اهلا وسهلا بكم جماهير الاهلي، اعظم جماهير في الكون. حلقه جديده من حلقات الاهلي في المونديال، وزي ما احنا متعودين النهارده وكل يوم الحقيقه هنتابع كل كبيره وصغيره تخص المونديال، وهنتابع كل الاخبار والكواليس. مبدئيا كده عايز اشكر حضراتكم واشكر كل جماهير النادي الاهلي على ردود الافعال بعد حلقه امبارح في الاهلي في المونديال. اوعدكم ان هذا البرنامج سيواصل التغطيه المتميزه على مدار الحلقات القادمه. قبل ما ادخل في تفاصيل حلقتنا النهارده، خلوني ارحب كالعاده بالنجم كابتن اسامه حسني. ازيك يا نجم؟ برحب بيك يا كابتن اسلام، وبرحب بكل جماهير النادي الاهلي العظيمه في كل مكان. يوم جديد من ايام الاهلي في المونديال، برنامج الكبار واللي بيتكلم دايما عن الكبار. عايز اقول لحضراتكم حاجه قبل ما ندخل في كواليس حلقتنا النهارده، وطبعا انا مش حابب ادخل في تفاصيل، بس في حاجات بتحصل دلوقتي قمه الضحك، والله انا مشفق على الناس دي واللي بيحصل فيهم. بس ما علينا، خلينا ندخل في تفاصيل حلقتنا النهارده والحدث الكبير الاهلي في المونديال. برضه انا الحقيقه مش حابب ان انا اركز في اللي بيحصل، لان اتفقنا كابتن اسامه ان في الاهلي في المونديال هنركز فقط على الحدث العالمي وعلى النادي الاهلي اللي بيشارك للمره التامنه في تاريخه وبيواصل تحطيم الارقام القياسيه. بس قبل ما ابعد عن كل شيء، عايز اقول لحضراتكم او اعلق على حاجه مهمه جدا. قبل كده اتكلمت مع حضراتكم في بص او في البيت الكبير على بص العصفور، شغال شغل عالي قوي. موضوع شغل بص العصفوره ده شغل عالي قوي، مش اي حد بيعرف يعمله. يعني الفتره دي فيها من هذا الشغل كتير جدا. الهدف معروف وواضح، وان هو لازم يبعد الجماهير عن امور مهمه ويصنع ازمات ومشاكل ويثير الفتن، والحقيقه ده مش غريب، والاهداف معروفه للجميع. وفعلا يا اسامه زي ما انت قلت، اللي بيحصل الفتره دي هو مضحك جدا، لانه شفنا كلنا ازمه الشرط الجزائي، ورجعتنا لافكار كثيره جدا وامور كثيره جدا تخلينا نقول ان في النهايه هتنزل المره دي. خليها تنزل المره دي، خليها تنزل يا عم المره دي، عادي يعني، يا جت على مين. واحنا بقى كابتن اسلام بنتكلم عن الحدث الاهم والحدث الابرز والحدث اللي يعني كل جماهير النادي الاهلي متابعانا فيه، الاهلي في المونديال. وزي ما قلنا لجمهور النادي الاهلي، برنامج الاهلي في المونديال برنامج مش هتشوفوه غير على قناه النادي الاهلي، لان الاهلي هو اللي بيرسم دايما البسمه والضحكه ويسعد جماهير النادي الاهلي في كل مكان وفي كل وقت. شفنا قبل كده منتخب مصر لما كان يعني اخفق في كاس الامم الافريقيه في النهائي، وايضا الوصول لكاس العالم، كانت الفرحه الوحيده في الكره المصريه هو النادي الاهلي. حقيقي النهارده نزل كابتن اسلام بيان على صفحه النادي الاهلي الرسميه عن واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من كباتن النادي الاهلي اللي بيلعبوا دور مهم داخل الفريق، ودايما بيبان معدن اللعيبه في الوقت الصعب. النهارده كابتن سيد عبد الحفيظ كشف عن عروض لنجمنا وحارس مرمى النادي الاهلي منتخب مصر محمد الشناوي، زي ما احنا شايفينه قدامنا دلوقتي على الشاشه، وتقدير الكابتن محمود الخطيب لموقف محمد الشناوي. لما نتكلم عن محمد الشناوي كابتن اسلام، طبعا كلام يطول ويطول. واحد من اللي اتربوا داخل صفوف الناشئين بالنادي الاهلي، واحد من اللي ضحوا كتير، وجي الوقت دلوقتي واحنا بنتكلم بنشوف في انديه تانيه لعيبه ما بتضحيش، لكن عندنا واحد بحجم محمد الشناوي وهو بيضحي تضحيات كبيره باموال كتيره علشان النادي الاهلي. دلوقتي محمد الشناوي هو في السن ده ما شاء الله لسه ما زال قدامه العطاء كتير، لكن لعيب الكره بيجي في وقت من الاوقات لما بيجي في سن معين يقول انا عايز افكر في نفسي شويه. لكن محمد الشناوي حط مصلحته او حط مصلحه النادي الاهلي قبل مصلحته الشخصيه. النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ كشف ان في عروض من احد الانديه السعوديه، احد الانديه الانجليزيه لمحمد الشناوي بمقابل كبير، وانا يعني قريب شويه انا اقدر اقول لك ممكن ضعف او ضعفين او ثلاث اضعاف ما يتقاضاه محمد الشناوي في النادي الاهلي. رقم كبير طبعا، لكن النهارده لما يفضل مصلحه النادي الاهلي في الفتره دي، اكيد دي حاجه مهمه جدا
وتحسب لمحمد الشناوي ودوره داخل فريق النادي الاهلي. الحقيقه سما الاهلي دائما يكون في منطقه اخرى، احنا دايما ما ينفعش نقارن النادي الاهلي باي نادي تاني مع احترامي لكل الانديه، لانه الارقام والحقائق بتقول هذا الكلام، كمان ما ينفعش نقارن ابناء النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي باي لاعبين اخرين وفي اي نادي تاني. وهنا زي ما انت قلت الشناوي ده الحقيقه واحد من الاساطير، اساطير النادي الاهلي اللي كتب اسمه بحروف من ذهب. وانا برضو على ما اتذكر ان هذه هي ليست المره الاولى لمحمد الشناوي يفضل فيها مصلحه النادي الاهلي على مصلحته الشخصيه، لان اعتقد من حوالي سنه او سنه وشويه جاله برضو عرض احتراف وكبير برضو زي ما انت عارف، ولكن ان انت يجي لك عرض رسمي من نادي النصر السعودي وبالمبالغ اللي احنا عارفينها وسمعناها، وان انت تلعب مع رونالدو، رونالدو افضل لاعب في العالم مهما تقول مهما تعيد، هو رونالدو افضل لاعب في العالم، او نادي ويجن الانجليزي، وتضع مصلحه النادي الاهلي قبل اي شيء رغم القيم الماليه الكبيره جدا والمغريه لمحمد الشناوي. فده دليل ان الشناوي الحقيقه مش مجرد لاعب في الفريق، ولكن الشناوي بيضرب المثل في الإخلاص لناديه وتقديره لجماهير النادي الأهلي وتقديره لحاجة الفريق لمجهوده خلال هذه الفترة. فلما تفكر في مصلحة الكيان وتفكر في أهمية تحقيق الانتصارات والبطولات مع ناديك، فده دليل أن أنت عاشق للكيان. وفعلا الشناوي يستحق أن يكون قائد وأسطورة من أساطير القلعة الحمراء، لأنه الشناوي ضرب مثلا في التعامل مع الموقف. الحقيقه يعني احنا ما سمعناش الموضوع ده، الشناوي لم يغضب، لم يظهر انه زعلان في اي ما ضغطش حتى على الاداره ولا على الفريق. برافو عليك. انا عايز اطلع علشان العرض. وخلي بالك يا كابتن اسلام، وانا بقول لك حته السن تبقى دايما قدام اللعيب. صحيح، باجي في سن معين لا العرض او الفرصه اللي جايه لي انا بتمسك بيها، لكن هو ما ابداش ضغط. شفنا ده على فكره من ساعات يعني من مش هنقول من فتره، من فترة ساعات. احنا سبحان الله يعني انت هنا بتقول ايه وهنا بتقول ايه. ما عنديش مشكله ان كل واحد يشوف حياته زي ما هو عايز، لكن في النهايه ما هناك بعض اللاعبين برضو لو تفتكر، ما احنا مش انا مش عايز ارجع للماضي القديم الحقيقه، لانه هناك بعض اللاعبين اللي فضلوا او من وجهه نظرهم كانت مصلحتهم في ان هو يروح ياخد فلوس اكتر في منطقه اخرى، واللعيبه دي احنا يعني مش شايفينهم، مش سامعين عنهم كتير يعني وجودهم في النادي الاهلي، بس كان بيشوف الدنيا بتبقى عامله ازاي وكل يوم بتتكلم الناس عنهم ازاي ومصر كلها بتتكلم عنهم ازاي. ولكن في النهايه واحد زي الشناوي اداره النادي الاهلي تقديرا ليه اعلنت، علشان كده اعلنت ان هو يعني جاله عرض واثنين وثلاثه، عشان كده الحقيقه كان لازم الشناوي ياخد حقه، وكان لازم الناس دي تعرف قد ايه الشناوي لم يتاثر باي اغراءات ماليه. عشان كده كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على كره القدم اثنى على موقف الشناوي واشاد به بشده. اعتقد كمان ان كل مسؤولي القلعه الحمراء وجماهير النادي الاهلي اثنوا على محمد الشناوي او على التعامل الرائع لمحمد الشناوي في هذا الامر. نقطه اخرى مهمه حابب اتكلم فيها، شفنا تعامل النادي الاهلي يا اسامه في هذه المنطقه، يعني ايه؟ الاهلي دايما كبير. تعامل حتى مع اللعيب اللي بيجدد، حتى مع اللعيب اللي بيجي له عروض. محمد الشناوي وهو على الطياره، الطياره الخاصه والنادي الاهلي مسافر لكاس العالم للانديه المغرب، قابله كابتن محمود الخطيب، أشاد بيه وحياه على موقفه وتضحياته الكبيرة. وأنا بقول لحضرتك إن التضحيات المالية اللي كانت متقدمة لمحمد الشناوي تفوق ضعف وضعفين ما يتقاضاه دلوقتي في النادي الأهلي. أشاد بيه الكابتن محمود الخطيب وحياه على موقفه، هو ده دور دايما اللعيبة المخلصة للنادي الأهلي. النهاردة يعني هطلع بره الشناوي سريعا، محمود كهربا. محمود كهربا في الوقت النهارده الفترة اللي كان يعني موقوف فيها وبعيد عن الملعب فضل متمسك في النادي الاهلي، علشان كده شوف عودته مرة أخرى للملعب، شوف جماهير استقبلته ازاي، شوف تحية الجمهور ليه. صحيح. ربنا أكرمه بعد فترة غياب كبيرة، وده خلي بالك جمهور النادي الاهلي دايما جمهور ذكي، جمهور دايما بيقف جنب لعيبته. هحكي لك بقى موقف يا كابتن اسلام عن محمد الشناوي. بس موقف بقى ايه؟ يعني حاجة حلوة يعني. في بدايات محمد الشناوي لما طلع معانا الدرجه الاولى كان لسه لعيب صغير، عنده
17 18 سنه، كان مستر مانويل دايما بيعمل فكره ان الولاد الصغيره من قطاع الناشئين بتطلع تتمرن مع الدرجه الاولى تكتسب خبرات. فمحمد الشناوي جه للمستر مانويل كان شكله عايز يزوغ من التمرينه بتاعت بوكو. لسه ولد صغير ما اعرفش حاجه هي. ودلوقتي ما شاء الله خبرات كبيره يعني. فعايز يزوغ من تمرينه بكره. فقال لي مستر مانويل، قال له انا عندي بس امتحان بكره فمش هقدر اجي التمرين، عايز اغيب يعني. فمستر مانويل قال له اوكي يعني بالتوفيق وربنا يوفقك في الامتحان. غاب تاني يوم، جه بعدها بقى بيوم بعد الامتحان بيوم. فاحنا واقفين مع مستر مانويل زي ما احنا متعودين قبل التمرين بنكون واقفين. فدخل سلم الشناوي على مستر مانويل، فمانويل قال له ايه اخبار الامتحان امبارح؟ حليت كويس؟ فقال له اه حليت كويس. فاحنا واقفين، امبارح ايه؟ ده امبارح 6 اكتوبر مصر كلها اجازه. فاحنا يعني غرقناه على الهوا يا زلمه. على الهوا ده اه قلنا له امبارح اجازه. قال له شناوي انت بتكذب عليا؟ تقول لي امبارح امتحان؟ وراح منزله شهر في قطاع الناشئين يتمرن تاني. يا نهار ابيض. وكان درس، كان لسه طبعا ولد صغير بيتعلم الدرس، طالع 17 18 سنه لسه بيتعلم. لكن ما شاء الله دلوقتي شوف بقى الشناوي خبرات الكبيره دلوقتي، واحد يعني اصبح من مش من افضل الحراس الموجودين في مصر، لا ده في افريقيا حارس مصر الامين، حارس مصر الاول. انجازاته كمان مع النادي الاهلي، شفنا في كاس العالم للانديه اللي في الدوحه بيكسب النادي الاهلي امام بالميراس البرازيلي في ركلات الجزاء. واحد من النجوم طبعا في البطوله السابقه. التضحيات بقى كابتن اسلام، لما محمد الشناوي بياخد افضل لاعب داخل قاره افريقيا وعندنا ماتش وعندنا مباراه مهمه وفتره كانت مهمه، والفتره دي ما كانتش ما أفضل يعني حاجة افضل حاجه. شعورا بالجمهور واحتراما لجمهور النادي الاهلي لم يحتفل، لم يحتفل. هو دي اللعيبه اللي فعلا لازم تكون موجوده جوه النادي الاهلي، ولازم دايما يساندها جمهور النادي الاهلي. شوف لما فتره من الفترات ما كانتش الكوره ماشيه معاه بلغه الكوره، يعني احنا لعيب الكوره معرضين فتره تلاقي نفسك موفق فتره مش صحيح. جمهور النادي الاهلي نظرا للرصيد الكبير اللي عند محمد الشناوي، كان دور جمهور النادي الاهلي انه يقف جنب محمد الشناوي، وده اللي حصل الحقيقه. وفي نفس الوقت يعني انا بقعد والله العظيم يا اسامه، انا والله العظيم بتكلم بمنتهى الاريحيه وما عنديش اي مشكله مع اي حد ولا اي حاجه خالص، ولكن بقعد افكر كده اقول الله، هو ليه الكابتن الخطيب بيعمل يعني مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل كده ليه؟ هو بيعمل كده ليه؟ علشان يعلم الشباب اللي جاي. هو ليه بيعلن عن الشناوي؟ على الجانب الاخر بقى هتجد ايه؟ ان انا ممكن اجيبك بقى لو انا بقى رئيس النادي الفلاني، اقوم جاي جايبك اقول لك شفت اهو واحنا واقفين، وافرج مصر كلها عليك واقول اللي انت مش عارف بتعمل ايه. على الجانب الاخر يعني قصص من دي كتيره حصلت خلال الفتره السابقه ولكن لا يتم الاعلان عنها. لكن انت دلوقتي لما تعرف ان الكابتن خطيب او يعني بيتحط على صفحه النادي الاهلي هذا الكلام، عارف ده معنى ايه؟ ان انا بعلم الاجيال، خلي بالك انا بعلم الاجيال الصغيره ان انا عندي حارس مرمى عنده 34 سنه افضل حارس في افريقيا افضل حارس في مصر، وجاي له عرض لو هو بياخد جنيه جاي له عرض ب 3 جنيه صح كده او 3.5 كمان خلاص، وبيرفض هذا العرض، مش عرض واحد عرض واثنين، وبيرفض هذا العرض احتراما وحبا لجمهور النادي الاهلي وللوقت اللي احنا موجودين فيه. فهنا انت بتعلم الاجيال اللي جايه ان لا طبعا كل واحد وتفكيره، ممكن واحد يفكر في الفلوس وممكن واحد يفكر في حاجه تانية، ممكن واحد يفكر في الفلوس وممكن واحد يفكر في المجد. لا وخلي بالك انت في النادي الاهلي برضه انت بتجمع كل حاجه، تجمع الفلوس وتجمع طبعاً البطولات طبعا الشهره الاسم التاريخ كل حاجه طبعا. انت في النادي الاهلي انت يعني مش بتكسب بطولات بس، انت بتكسب كل حاجه. فده موقف صراحه كابتن اسلام يعني يحيى عليه محمد الحقيقه. وفي نفس الوقت برضه يا اسامه ما شفتش كابتن خطيب بيتاجر بهذا الموقف على الهواء. خلي بالك دي مهمه جدا. كابتن خطيب او يعني انا لما بقول الكابتن يبقى مجلس اداره، يبقى انا بقول مشرف على الكوره، بقول ما قالوش يعني ايه رايك يا شناوي تروح في الحته الفلانيه ولا تعمل، لا 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 لا. هو زي ما قلت ان وجود الكلام ده على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي لتعليم الاجيال القادمه ان مش كل حاجه الفلوس. انت فاهم؟ مش كل حاجه الفلوس. اوكي عايز تفكر في الفلوس مفيش مشكله، لكن هتروح وشفنا امثله كتيره جدا لا داعي لذكرها دلوقتي، ولكن هتشوف الشناوي جمهور النادي الاهلي هيعمل معاه ايه بقى الفتره اللي جايه، وهو ده المهم
ازاي تقدر تعلم الاجيال ان في حاجه اسمها انا بحب ناديه، انا مخلص للناديه. ومعنى كده ان مش معنى كده ان انا ما باخدش فلوس. لا، انت بتاخد افضل فلوس بتتاخد في مصر بالمناسبه يعني. ومحدش بيتكلم على حجم التضحيه دي الا لواحد زي محمد الشناوي علشان يعلم الاجيال الكتير اللي جايه. ويظل محمد الشناوي هو السد المنيع للنادي الاهلي. طيب، الحقيقه مهم جدا جدا ان احنا نبقى عارفين هذه القيم يا اسامه، لانها قيم بتعلم الاجيال اللي بيحصل، وبالتالي هو دايما مين اللي بيبقى مسؤول عن هذه الامور؟ المشرف على كره القدم الكابتن محمود الخطيب. بعيدا عن ان الكابتن محمود الخطيب هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، ولكن كابتن محمود الخطيب هو بالنسبه لنا قيمه كبيره، بالنسبه لنا كلاعيبه كره يعني، هو قيمه كبيره جدا جدا ان هو بنتعلم منه الاخلاق، بنتعلم منه حاجات كثيره جدا جدا جدا. وجوده النهارده او اليومين ثلاثه اللي فاتوا، يعني انا لما بسال الطاقم العمل اللي موجود هناك ايه الاخبار وكده، قالوا لي بص كابتن، اول لما حس كده ان من الممكن ان يكون في مش عارف اسميها ايه، ولكن زحمه حوالين اللعيبه وبتاع، قال لك بقول لكم ايه، الزحمه دي ابعد، تركيز، ركز، انت عندك ماتش، اهم ماتش في تاريخك الفتره اللي جايه، اهم ماتش يخليك تصل الى المباراه اللي بعد كده. وبالتالي هو كابتن محمود عمل كده ليه؟ احساسه كمان. هو كان لعيب كوره، عارف يا كابتن اسلام ان ضربه البدايه مهمه جدا. احنا كنا بالنادي امبارح ونقول ان مباراه اوكلاند سيتي مباراه مهمه جدا في كاس العالم، الناس اللي بتقول انها مباراه سهله والناس باصه على ريال مدريد. هو قبل ما يكون رئيس نادي هو كان لعيب كوره ومر بالظروف والتجارب دي، صح، عارف ان مباراه زي دي هي ضربه البدايه. علشان كده كان كابتن محمود الخطيب ليه اجتماع مهم النهارده مع لاعبي النادي الاهلي، حسهم على ضربه البدايه تكون بمنتهى القوه، منتهى التركيز، ودايما بيربط اللعيبه بجمهور النادي الاهلي، عايزين نسعد جمهور النادي الاهلي، هي دي الكلمه والحافز اللي دايما بحافظ بيه اللعيبه. زي ما احنا شايفين علي معلول، علي معلول في احدى لقاءاتي معاه مره بساله بقول له كابتن محمود الخطيب لما بيسافر معاكوا اي سفريه بيكون رئيس بعثه، بقول لي كابتن محمود من اول ما بنركب الطياره بتكون الرساله بالنسبه لنا كلاعيبه وصلت من غير ما يتكلم. ايوه، تواجده طبعا بيكون مهم معانا، كان متواجد مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه رئيس بعثه في الدوحه، صحيح، البطوله اللي خدنا فيها ثالث العالم برونزيه كاس العالم، كان متواجد ايضا في الامارات، كان بيتابع دايما كل يوم لحظه بلحظه. لا معلش يا اسامه، وانت بتتكلم معلش وانت بتتكلم، هو كابتن محمود يقف هنا يعني ليه؟ وهو يعني هو بينظم الدنيا؟ لا، هو عايز يشوف كل حاجه بنفسه، خلي بالك. ما هو ده اللي انت بتقوله، ما هو اللي انت بتقوله الصوره جايباه. هو كابتن محمود بيقف، طب بيقعد مع اللعيبه ليه؟ عشان يقول لهم ايه؟ عشان يقول لهم خبرته، عشان يقول لهم هو راح رئيس بعثه وكم مره، اعتقد من 2005 وهو معنا يعني موجود، حضر معنا في 2005 كان رئيس بعثه، يعني كان رئيس بعثه في 2005 بدل يعني 2005 لما حققناش المركز المطلوب مننا، اجتمع معنا في اليابان وقتها وقال لنا عايزين نرجع السنه الجايه هنا ونحقق يعني مركز افضل، وفعلا رحنا 2006 وكان معانا رئيس بعثه، خدنا برونزيه كاس العالم. لكن المثل انا عايز اضرب بيها كابتن اسلام، ان النادي الاهلي مؤسسه يعني بتعمل بشكل جماعي في بطوله الامارات في كاس العالم الانديه، كابتن محمود الخطيب سافر لكن ما كانش رئيس للبعثه، كان مين رئيس البعثه؟ المهندس خالد مرتجي، لكن هو كان متواجد معاهم كل يوم، موجود في المعسكر بيتابع كل صغيره وكبيره دايما في كل حاجه. لكن لحظه التتويج ببرونزيه كاس العالم شفناش كابتن خطيب، ما شفناش كابتن خطيب. المهندس خالد مرتجي راح له علشان يكون متواجد، قال له لا، النادي الاهلي طلعك رئيس بعثه، انت اللي هتكون موجود على مصر التتويج. هو ده النادي الاهلي، مفيش واحد في النادي الاهلي هتلاقيه بياخد الكاس ويجري بيه، ولا ياخد درع ويقول انا اللي حققته، ولا كابتن محمود الخطيب يقول لجمهور النادي الاهلي صوري فين، صوري فين في المدرج، استحاله. مش لازم له، هو اهم حاجه اسم النادي، اسم النادي الاهلي. شوف دايما النادي الاهلي في المقدمه، النادي الاهلي بيحصد البطولات ان شاء الله، يعني البطوله دي هي بطوله صعبه، نعم، ان احنا بادئينها من الاول، عندنا مباراه زياده، عدد الراحات فيها قليل، ان شاء الله يعني نكملها كده بخير وتكون فال كويس للسنه الثالثه على التوالي. وخلي بالك انت جاي من تعب طبعا، يعني برضه عشان ما حدش ياخدنا في قصه ان لا انت جاي من تعب، انت بتلعب كل 3 ايام مباراه، كل 3 ايام مباراه دي مش سهله زي ما حضراتكم شايفين. الراجل بيقعد يدور ويعمل حاجات كتيره جدا، ولكن في النهايه هو على قد ما بيقدر،
بيعمل ايه؟ بيدور، بيعمل الروتيشن عشان يصل ليوم الاربع ان شاء الله كل اللعيبه جاهزه قدامه. طيب نروح لواحد بقى معانا من نجوم الاهلي، واحد من اللي لعبوا كاس العالم للانديه، واحد من كباتن النادي الاهلي، كابتن وائل جمعه. تحياتي ليك يا كابتن وائل، وتحيات الكابتن اسلام الشاطر، ومنورنا على قناه الاهلي. مساء الخير يا اسامه، اهلا بيك واهلا باسلام، ووحشني طبعا، وكل جمهور الاهلي وحشني، ويعني ظهوري على قناه الاهلي كمان وحشني والله، فسلامي ليكم طبعا ولكل المشاهدين. يعني يا نجم النجوم وحشنا يا نجم النجوم، وبعدين حلو قوي، بص داخل يتكلم ازاي، مساء الخير يا جماعه وبتاعه، ايه الجمال ده يا عم، وحشنا يا نجم النجوم. الله يسلمك يا اسلام، وبس انت ابتسامتك واسامه بيتكلم حبيبي ممزجاني بصراحه. ما بلاش انت، ما تخلينيش اقعد اتكلم. هنقعد نفضح بعض على الهواء هتبقى مصيبه. لا حبيبي حبيبي بس هو بينام بدري، هو بس ان احنا لحقناه قبل ما ينام. لا 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 دلوقتي انت بتنام بدري دلوقتي يا وائل ولا ايه؟ لا لا اتأخرت ساعتين شويه. يعني بدل ما بينام 9 بينام 11. ايه الاخبار؟ كابتن وائل، يعني انت واحد من اللي شاركوا 5 مشاركات في كأس العالم للأندية، واحد من اللي كتبوا يعني التاريخ، شايف بطولة كأس العالم للأندية ازاي؟ الأهلي بيشارك للمرة الثامنة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي في تاريخ النادي الأهلي. طبعا احنا أسامة مبدئيا كان المفروض ان احنا نشارك بطل في البطولة دي، ولكن لظروف الناس كلها عاشتها في المباراه النهائيه قدام الوداد في المغرب ما قدرناش ان احنا نفوز بالمباراه. انما يعني احنا بنقول ان تاريخ الاهلي دايما يا اسامه اللي حققه واللي يمتلكه يخلي كل بطوله النادي الاهلي حتى لو هي كاس عالم للانديه، يخلي كل بطوله النادي الاهلي يشارك فيها ليها قيمه وليها معنى. وشوف فرحة وأهمية البطولات اللي لما يتعرف إن النادي الأهلي بيشارك فيها. شوف أنا هنتكلم على البطولات اللي كانت قريب في الإمارات، ولا اللي كانت في قطر كأس العالم للأندية، وجود الأهلي في أي حدث رياضي بيضيف له قيمة كبيرة جدا جدا. حقيقة. فالواحد سعيد طبعا بالمشاركة دي للنادي الأهلي وزيادة رصيد وعدد مشاركات النادي الأهلي في البطولة. يضاف طبعا لتاريخ النادي الاهلي اللي يستحقه النادي الاهلي بالصوره المشرفه اللي دايما بيقدمها في كل البطولات وكل المشاركات اللي بيتواجد فيها. فيعني دايما النادي الاهلي الحمد لله مصدر فخر لينا جميعا اسامه، وكل من هو منتمي للاهلي بيبقى فخور بمشاركات الاهلي دي وسعداء، ونتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يحقق في البطوله دي اداء جيد قبل الفوز، يعني اداء ان شاء الله جيد ومشرف، خاصه ان انا اشوف طريقنا في البطوله ان شاء الله مش 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 صعب ولا مستحيل، واللعيبه ان شاء الله تقدر توصل حتى للمباراه قبل النهائي، الدور قبل النهائي مع ريال مدريد. وائل، البدايه كانت في 2005 والنادي الاهلي دائما اجيال بتسلم بعض. البدايه كانت في 2005 لم تكن بدايه جيده، ولكن الحمد لله في مشاركه النادي الاهلي 7 اللي هي كانت قبل دي وصلنا لايضا المركز الثالث، تتوقع ايه؟ هي طبعا البطولات ما بتتشابهش يا اسامه دايما زي ما انت عارف، بس يعني البدايه دايما بتبقى اصعب، البدايه دايما صعبه جدا، وكانت صعبه علينا انا وانت واسامه، عشنا التجربه دي وكانت صعبه جدا، واجواء كانت غريبه بالنسبه لنا، والثلج اللي كنا بنلعب فيه وجو اليابان نفسه في اول مره كان صعب علينا جدا. انما الحمد لله استفدنا من التجربه وتعلمنا فيها، ورحنا البطوله السنه الثانيه اللي قابلنا فيها اوكلاند قدرنا ان احنا نوصل ونلعب في المباراه الدور قبل النهائي، ولعبنا مباراة كبيرة جدا قدام الانترناشونال البرازيلي وخدنا مركز ثالث، ودي كانت أول مرة النادي الأهلي ياخد المركز الثالث. فهي البطولة في البداية كانت صعبة، التعود ده حلو بيدي خبرات اللاعبين بتوعنا، والحمد لله في خلال المشاركات اللي فاتت كلها استفدنا كتير، واللعيبة استفادت خبرة واستفادت ثقة، والمستوى بتاع اللعيبة كأفراد عالي جدا يا أسامة من المشاركات في البطوله دي.
اما تحتك بالانديه الكبيره اللي هي الابطال في قاراتها، اقولهم بطل اوروبا تبقى موجود حتى معاه في البطوله حتى لو ما لعبتوش او ما لعبتش قدامه، فده في حد ذاته ثقه وخبره كبيره للاعبين. البطوله مش سهله يعني، انا بقول لك اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يوصل لمباراه ريال مدريد ويقدم اداء جيد في المباراتين الاولانيين ونتيجه باذن الله يفوز بيها ويوصل للمباراه الدور قبل النهائي دي. فبس انما هي مهمه مش سهله. الحمد لله مؤخرا المستوى الفريق اتحسن بشكل كبير، الاداء مميز جدا مع المدير الفني كولر اللي قدر انه في فتره بسيطه وفتره صغيره يرجع قيمه واسم النادي الاهلي مره ثانيه، برغم كان في بعض الصعوبات في البدايه واصابات وضغط مباريات ولاعيبه مش متواجده معاه ولاعيبه مهمه بتغيب. فالامور اتحسنت الحمد لله كتير جدا، قدر انه يتجاوز ضغط المباريات ده بالفوز في الفتره الاخيره. فيعني انا سعيد ان احنا وصلنا الحمد لله البطوله وانت فارق بعدد من النقاط عن المنافسين اللي وراك وقادر قدرت تفوز على الزمالك اللي هو دايما المنافس المباشر بتاعنا، قدرت ان انت تبعد برصيد النقاط في صداره جدول الدوري. كل دي ايجابيات قدرنا نحققها، التعاقدات حتى النادي اضافها لعيبه شباب ولعيبه واعده ولعيبه ان شاء الله يبقى ليها مستقبل كويس مع المجموعه القديمه اللي موجوده في النادي. احنا عندنا اساس موجود في النادي بلاعبين اكتسبوا خبرات خلال الفتره اللي فاتت والسنوات اللي فاتت. فالحمد لله كل الامور طيبه وتساعد ان احنا نعمل بطوله كويسه. برضه نزود ونسطر. طب بالنسبه للصفقات يا كابتن وائل، وانا عارف انك انت متابع دائم لكل مباريات النادي الاهلي، صفقات النادي الاهلي، خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، كريستو، كاندوس، اخر صفقات النادي الاهلي الشتويه، شايف الصفقات ازاي؟ خاصه ان الصفقات دخلت ما شاء الله ادت اداء رائع في وقت قصير جدا. يعني بالنسبه لكريستو ومروان عطيه، اثنين ما حصلوش على فرصه كبيره لغايه دلوقتي في المباريات من وقت انضمامهم، انما ان شاء الله يحصلوا على الفرصه في بعد كاس العالم ويبقى ليهم نصيب يثبتوا حقيه ارتدائهم لفانيله الاهلي. كريستو انا سالت عليه زمايلنا في تونس يا اسامه وكلهم اشادوا بيه واشادوا بامكانياته، ولكن مش عايزين نستعجل عليه، لاعب صغير في السن عنده موهبه وعنده امكانيات ممتازه. خالد عبد الفتاح عجبني جدا في المباراتين اللي لعبهم، واول مباراه بداها قدام الزمالك عمل مباراه كبيره بصراحه قدام، يعني اول مره يعني اشوفه عجبني جدا، بيلعب بثقه وبيلعب برجوله وفي حدود الامكانيات بتاعته وادى المطلوب منه بشكل كبير، فانا اشوف هو مكسب كويس جدا لدفاع النادي الاهلي. قندوسي من افضل اللعيبه اللي موجوده في شمال افريقيا ولاعب عنده موهبه وعنده مهاره، المهم ان احنا نوظفه قندوسي بالذات يا اسامه نوظفه صح. لعيب كويس جدا وعنده امكانيات مميزه جدا وعنده الحلول اللي يضيفها لهجوم النادي الاهلي. الحته اللي تحت راس الحرب عندنا فيها بعض القلق شويه، مفيش استقرار فيها، بيبقى فيها تغييرات كتير، انما هي مهمه بان هي بتخلص لنا ماتشات كتير، وهو قندوسي عنده الامكانيات دي. وبرضه سالت عليه الجماعه الجزائريين كلهم اشادوا بيه واشادوا بامكانياته، وان شاء الله المجموعه دي كلها مع الوقت ومع الانسجام يا اسامه هيبقوا اضافه كويسه للنادي. جمعه مباراه اوكلاند سيتي، مباراه اوكلاند سيتي، انا حتى اتذكر في 2006 المباراه دي كانت بالنسبه لنا صعبه، احنا كسبنا 2-0 على ما اتذكر تقريبا يعني 2-0. فلافيو ابو تريكا. نعم، فلافيو ابو تريكا. المباراه دي دايما كانت او وقتها كانت بتتميز او بيتميز اوكلاند سيتي بالقوه واللياقه البدنيه العاليه. هل النسخه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي نعتبر ان ده اللي هنشوفه ان شاء الله في مباراه يوم الاربع؟ ولو هو ده اللي هنشوفه يوم الاربع، كيف يتغلب كولر على هذا الامر؟ هو احنا دايما يا اسلام بنقول ان احنا بمستوانا وبادائنا بتفرض طريقتك اللي انت بتلعب بيها دايما على المنافسين. نعم. اوكلاند كفريق انا اشوف ان هو اتطور كتير جدا جدا
لان دي تاسع مشاركه لي اسلام في خلال السنوات اللي فاتت. صحيح. فريق بيتواجد في كاس العالم على طول، حتى لو بيخسر اول مباراه ويخرج من البطوله، او انما مجرد زي ما قلت لك مجرد وجوده في البطوله هو دافع للفريق لتطوير نفسه. كنت بشوف اخبار الفريق قبل مباراه الاهلي النهارده، وشفته عمل معسكر اعدادي الفتره اللي فاتت، وعامل معسكر في برشلونه قبل ما يسافر على المغرب. لعب قدام فريق شومبوك الكوري، وعمل مباراه كويسه جدا، واتغلب في الدقيقه 89 يا اسلام بهدف. فده معناه فريق شومبوك فريق دايما متواجد في المربع الذهبي لدوري ابطال اسيا، فده معناه انه فريق اتطور وفريق اتحسن. لان انت لو تفتكر المباراه بتاعتنا اللي انت بتتكلم عليها دي 2006، الحارس بتاعهم كان ضخم شويه، انما هم دايما بيعتمدوا على القوه البدنيه واللياقه البدنيه والسرعه والاحتكاكات. احنا لاعبتنا عندها الذكاء وعندها المرونه التكتيكيه في التعامل مع القوه البدنيه دي. عندنا لعيبه اذكيه في داخل الملعب، اهم شيء نقدر نستغل الفرص اللي هتجيلنا، وهيجيلنا فرص اكيد ان شاء الله. بالاضافه لدعم الجمهور اللي هيبقى متواجد في المغرب، الجمهور المغربي كله هيبقى معانا، والمصريين اللي هيروحوا حتى الملعب، فكل الظروف هتبقى مناسبه ان شاء الله ان احنا نتجاوزهم في المباراه الاولى دي، وتبقى بدايه كويسه للفريق في البطوله ان شاء الله، والمستوى يتحسن بعد كده. قبل ما اسيبك يا جمعه، عايز برضو اسالك عن كهربا. يعني انا برضو بعتبر ان وجود كهربا الحقيقه خلال الفتره السابقه او في المباراتين ثلاثه اللي لعبهم ادى بشكل جيد جدا، شايف وجود كهربا ازاي؟ عوده كهربا طبعا مكسب كبير للنادي الاهلي اسلام، ولعيب كويس جدا، ولعيب في ميزه مش موجوده في اغلب المهاجمين اللي موجودين في النادي الاهلي، انه دايما بيروح على الجول من اقصر طريق. واتمنى ان هو يستفيد من الفتره اللي فاتت يا اسلام، والمشاكل اللي هو عاشها والصعوبات الكتير اللي هو قابلها في حياته، لانه بصراحه هو ضيع على نفسه حاجات كتير جدا كويسه. اتمنى ان هو يكمل على الطريقه اللي مشي بيها الفتره اللي فاتت دي مع النادي الاهلي من حيث الاداء والروح والتركيز، لان هو فاته كتير، فمش عايزين يفوتوا اكتر من اللي عدى، ويلحق يعمل تاريخ كمان مع النادي الاهلي ويضيف للنادي الاهلي. وعودته زي ما قلت مكسب كبير للنادي الاهلي في خط الهجوم. النادي حاول يتعاقد مع مهاجم الفتره اللي فاتت، ولكن ما حصلش توفيق في راس حربه، فممكن يبقى كهربا هو راس الحربه ده اللي ان شاء الله يتوفق في البطوله، ويتوفق بعد كده في لغايه نهايه الموسم وبطوله افريقيا اللي جايه، يبقى هو الاضافه المنتظره ان شاء الله. اخيرا يا كابتن وائل، يعني ما ينفعش تكون معانا على الهواء وانت واحد من يعني من افضل المدافعين اللي جم في افريقيا، ما سالكش عن دفاعات النادي الاهلي، خاصه محمد عبد المنعم، متولي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، واحنا النهارده لما بنتكلم بالارقام دفاعات النادي الاهلي افضل دفاع في بطوله الدوري الممتاز. بدايه الفوز بالبطولات دايما يا اسامه بتبقى الدفاع وحارس المرمى لو واقفين على رجليهم كويس. واعتقد ان احنا المدافعين بتوعنا والفرقه بصفه عامه اجمالا احنا فرقه جماعيه، ما بنعتمدش على دفاع بس، وما بنعتمدش على نص ملعب، وما بنعتمدش على هجوم. شفنا في مدافعين بيحسموا مباريات للنادي الاهلي. عندنا الاطراف بتشتغل بشكل كويس في الناحيه الهجوميه، بتعمل عرضيات، بتساند في الهجوم، انما احنا قوتنا في جماعيتنا يا اسامه. المدافعين بيأدوا ادوار فرديا كويسين، اهم حاجه ان سلام عبد المنعم طبعا غيابه مؤثر عن الدفاع، واكتسب شخصيه كبيره الفتره اللي فاتت، وظهر معانا في كاس الامم لما كنا موجودين مع المنتخب يا اسامه بشكل اكثر من ممتاز، واصبح عمود اساسي في دفاع المنتخب وفي دفاع النادي الاهلي. فوجوده مهم جدا طبعا مع متولي ومع ياسر ومع رامي. اتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ويعني يرفعوا اسم النادي الاهلي باذن الله مع زمايلهم كلهم، ويحققوا فوز ونتائج ايجابيه باذن الله مع توالي البطوله ان شاء الله باذن الله. بنشكرك يا كابتن وائل، شكرا جزيلا. واحد من نجوم الاهلي السابقين، واحد من اللي كتبوا التاريخ، وما شاء الله شارك في خمس نسخ من بطوله كاس العالم للانديه. هو لسه معانا؟ لو معانا والله انا كان نفسي يبقى موجود معانا، يعني عارف لما تبقى انت اشوفك هتقول ايه. ايه لا بقول لك انا كنت عايز نفسي تبقى موجود معانا والله.
يعني لما انا واسامه بدانا نتكلم في كاس العالم للانديه بتاعه، واسامه قال لي وائل جمعه هيكون معانا، قلت له والله يا اخي كان نفسي يبقى موجود قاعد معانا، يعني لما نبقى احنا الثلاثه، ولو لقينا عماد نقدر نجيبه، عماد النحاس نقدر نجيبه، لو لقينا فلان نقدر نجيبه، لو لقينا، فكانت هتبقى يعني بتفكرني بايام جميله يا كابتن مصر. حبايب موجودين كتير عندك يا عم، انت بس شاور لاي حد هيجي لك. حبيبي 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 يا اولى، متشكرين جدا يا عم مصر، ربنا يخليك، شرفت ونورت. جمعه واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين. شكرا، سعداء جدا بوجودك معانا يا نجم على الهواء مباشره. سلام حبيبي، شكرا جزيلا. نروح دلوقتي بقى لزميلنا. قبل الحاجات دي، قبل زميلنا، ذكريات حلوه قوي طبعا، يعني ان انت يبقى معاك نجم كبير بحجم وائل جمعه ويتكلم بهذا الشكل وحبا في النادي الاهلي واحتراما لجمهور النادي الاهلي، حاجه جميله جدا. طيب نروح بقى لزميلنا فاروق صلاح علشان نعرف منه اخر الاخبار والكواليس. تحياتي ليك يا فاروق، تحياتي الكابتن اسلام الشاطر. ازيك يا فاروق؟ في البداية طبعا برحب بك يا كابتن أسامة، برحب بالكابتن إسلام الشاطر، وأنا سعيد دي أول مرة أكون متواجد معاكم داخل استوديو قناة النادي الأهلي، وفي حدث كبير زي مونديال الأندية، وهنا بيحضرني موقف استكمالا لكلام حضرتك وكلام طبعا الكابتن إسلام الشاطر عن الكابتن. وهنا سأسكت قليلا. اتفضل يا فاروق. طبعا انا على المستوى الشخصي انا مسميه الشربين الصغير. لا فاروق ملوش حل علينا برضه على ماتشات الناشئين، فحاجة حلوة يعني. هو الناشئين أي حاجة ناشئين نروح لفاروق على طول. اتفضل يا طبعا يا كابتن، أنا سعيد جدا إن أنا موجود مع قامات رياضية وقامات أهلاوية ممثلة طبعا في الكابتن إسلام الشاطر والكابتن أسامة حسني. يعني وأنا بسمع كلام حضراتكم عن الكابتن الخطيب استحضرني موقف، كنت موجود في مرة مع الكابتن الخطيب أثناء زياراته وجلساته، وزي ما الكابتن إسلام قال إن الكابتن الخطيب بيعلم الأجيال اللي جاية، فكان موجود في جلسة من الجلسات مع لاعبي قطاع الناشئين في النادي الأهلي. قال لهم وانا عندي 17 سنه كنت بمشي جنب سور النادي الاهلي وبقول امتى هيجي اليوم اللي هكون موجود فيه جوه النادي ده. النادي الاهلي ده كبير قوي وكلنا بنمشي وبيجي غيرنا وبيفضل النادي ده كبير وبيكبر اي حد بينتمي ليه. فانا بشكر النادي الاهلي، بحمد ربنا الاول وبشكر النادي الاهلي ان النادي الاهلي بيكبرنا ونكون موجودين مع حضراتكم، والثقه الموضوعه من حضراتكم من اداره القناه فينا كلنا كمجموعه مراسلين، بدءا من الزميل العزيز كريم الموجود في المغرب، مرورا بكافه زملاء المراسلين اللي هيكونوا موجودين معانا على مدار ايام الاهلي في المونديال. لكن خلينا نبدا اخبارنا. الكابتن محمود الخطيب، انتوا تستحقوا هذه الثقه لانكم الحقيقه متعلمين في مدرسه النادي الاهلي وبالتالي تستحقوا هذه الثقه. فاروق اتفضل. شكرك كابتن اسلام. الكابتن محمود الخطيب يؤكد ثقته في الجهاز الفني واللاعبين. اعرب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي رئيس بعثه فريق النادي الاهلي المتواجده في المغرب عن ثقته الكامله في كل عناصر الفريق من جهاز فني ولاعبين، وطالب الكابتن محمود الخطيب لاعبي الاهلي بالتركيز واللعب بروح الفانيلا الحمراء كعادتهم، وان يكون الهدف الاساسي هو الوصول في البطوله الى ابعد نقطه ممكنه وتحقيق انجاز جديد يضاف الى رصيد النادي الاهلي في المشاركات العالميه، مشددا على اهميه بدايه مشوار الفريق بالبطوله والاداء بمنتهى القوه واحراز نتيجه طيبه تدفع النادي الاهلي الى الدور التالي في المونديال، وبذل اقصى جهد وتقدير للمسؤوليه الملقاه على عاتقهم لإسعاد جماهير النادي الأهلي التي تستحق الكثير والتي دائما ما تقف خلفهم وتساندهم في كل المواقف. عقد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي صباح الاثنين محاضرة بالفيديو مع اللاعبين طبعا في مقر إقامة بعثة الأهلي في مدينة تطوان المغربية، وحرص مارسيل كولر على عرض المزيد من الفيديوهات الخاصة بفريق أوكلاند سيتي، وشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس ضمن الاستعداد وتجهيز اللاعبين للمباراة المرتقبة بين الفريقين في الدور الأول لمنافسات كأس العالم للأندية في المغرب الشقيق. الأمطار الغزيرة في المغرب تنهي تدريبات الأهلي مبكرا. تسببت الأمطار الغزيرة والثلوج يوم الاثنين في إنهاء مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي للتدريبات الأساسية للاعبي الفريق مبكرا، حيث هطلت الأمطار بشدة خلال التدريبات على ملاعب ملعب ثانية الرمل في استاد تطوان، وقلل المدير الفني مارسيل كولر فقرات المران الجماعي للفريق وذلك حرصا على سلامة اللاعبين وخوفا من تعرضهم لنزلات البرد الشديدة، واستكمل اللاعبون جانبا من الفقرات التدريبية داخل غرف الملابس والجيم الملحق بملعب المباراة. رامي ربيعة، الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق إنجاز جديد. أعرب رامي ربيعة لاعب فريق النادي الأهلي عن سعادته البالغة بالمشاركة الرابعة له في تاريخه مع المارد الأحمر في كأس العالم للأندية في المغرب،
وأكد ربيعة على أن جميع زملائه اللاعبين في حالة تركيز كاملة من أجل تحقيق إنجاز جديد يليق بالأهلي وجماهيره، مشددا على أن النسخة الحالية لكأس العالم للأندية تشهد أجواء وفترة إعداد أفضل من الموسم الماضي، مشيرا إلى أنه شارك في نسختين من البطولة مع الجيل السابق ونسختين مع الجيل الحالي، والجميع يتسابق من أجل تقديم الأفضل للنادي والمساهمة في وضع بصمة تسعد الجماهير في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب أمام أوكلاند سيتي، في التي يعدها الفريق بمثابة مفتاح الاستمرار في البطولة وبلوغ الدور القادم. عبد الحفيظ، التدريب الختامي سيكون متاحا أمام وسائل الإعلام. أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على أن التدريب الختامي للفريق سيكون الثلاثاء على ملعب ثانية الرمل باستاد تطوان المغربي، وسيكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة من فعاليات المران. وأشار عبد الحفيظ إلى أن حضور وسائل الإعلام للمران سيكون وفقا للقواعد المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية قبل التوجه إلى مدينة طنجة التي ستحتضن المباراة الافتتاحية بين الأهلي وأوكلاند سيتي. ملعب طنجة الكبير جاهز لاحتضان مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي. أصبح ملعب طنجة الكبير أو ملعب ابن بطوطة جاهزا لاستضافة مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية المرتقبة في المغرب الشقيق، واحدا من الملاعب التي تمت استحداثها في الفترة الأخيرة، وتم يعني إجراء بعض التعديلات على السعة الرسمية لهذا الملعب، وأصبح الملعب جاهز لاستقبال هذه المباراة القادمة للنادي الأهلي، وسعة الرسمية تحولت من 45 ألف متفرج إلى 66 ألف متفرج، ليصبح بذلك هو الملعب الأكبر بالمغرب على الإطلاق. أصبح 60. كان 45 يا كابتن إسلام. وخليني برضو أروح لأن الملعب، هذا الملعب تم افتتاحه عام 2011. تمام. بدأ العمل ساعته اللي هي 45 بالضبط، كانت أوكي. بالمناسبة كانت أمام فريق تطوان ونادي أتلتيكو مدريد، ويعني كانت الساعة الرسمية خاصة به 45 ألف متفرج. تم إجراء بعض التعديلات على هذا الملعب، تحولت الساعة الرسمية إلى 66 ألف متفرج، وبالتالي يصبح هو أكبر الملاعب من حيث السعة الجماهيرية الموجودة في المغرب، وهو اللي هيشهد طبعا المباراة الافتتاحية ما بين النادي الأهلي وأوكلاند، اللي بتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الأهلي إن شاء الله. الثلاثاء بحضور مرتجي وعبد الحفيظ، الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند من المنتظر غدا إن شاء الله في تمام يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في السادسة من مساء الثلاثاء على استاد ابن بطوطة في طنجة، وذلك للتأكيد على بعض الأمور التنظيمية للمباراة بحضور المهندس خالد مرتجي رئيس لجنة الإعداد لكأس العالم للأندية، والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والطاقم الإداري للبعثة، وتحدد اللجنة المنظمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم في الاجتماع الفني كافة الإجراءات التنظيمية والتأكيد على الذي الذي سيرتديه الفريقين وبعض التعليمات الإدارية للفريقين أثناء المباراة. قبل الخبر ده فاروق كابتن إسلام، بكرة إن شاء الله فريق النادي الأهلي هيتدرب بكرة في تطوان الساعة 12 ظهرا، بعد كده هيتوجهوا الى طنجة عشان دي المدينه اللي هيتلعب فيها 80 كيلو اعتقد 80 90 كيلو حاجه كده. فبكره ان شاء الله ما بيت الفريق او معسكر النادي الاهلي هيكون بكره بعد تدريبات الساعه 12 ظهرا ان شاء الله، وهيكون في الاجتماع زي ما فاروق قال لنا الاجتماع الفني بقى للمباراه زي المباراه هيتعمل في طنجة. هيتعمل في طنجة اوكي، يعني هيخلصوا تمرين الساعه 6 وده هيحضروا طبعا المهندس خالد مرتجي، الكابتن سعد الحفيظ، الكابتن سمير عدلي. نروح للخبر اللي بعد كده، الهلال السعودي يعلن قائمته لمونديال الأندية. أعلن نادي الهلال السعودي عن القائمة المستدعاة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب الشقيق بتسجيل غياب بعض اللاعبين من بينهم وأبرزهم طبعا اللاعب سلمان الفرج. وكشف بطل آسيا عن القائمة المكونة من 25 لاعب بحضور معظم نجومه كالحارس الدولي أو الحارس المرمى الدولي محمد العويس والمهاجم إيجالو، كما يغيب عن الفريق اللاعب محمد البريك وعبد الإله المالكي وياسر الشهراني. يشار إلى أن الهلال سيواجه الوداد الرياضي يوم السبت المقبل. مهدي النفطي مدرب الوداد أثق في التتويج بكأس العالم للأندية. أبدى التونسي مهدي النفطي المدير الفني لفريق الوداد المغربي تفاؤلا كبيرا بقدرة فريقه على التتويج بكأس العالم للأندية،
التي تحتضنها المغرب، وشدد النفطي على أن فريقه يمتلك دفاعا قويا حيث لم تتلقى شباكه سوى هدفا واحدا خلال 6 مباريات، مشددا على أن فريقه ونجومه مستعدون لمواجهة الهلال السعودي في أولى مبارياته، مشيرا إلى أن هناك حظوظا كبيرا في التتويج بالمونديال. قبل ما تسيب الخبر ده أسامة يا فاروق، الخبر ده بيفكرني بمدرب المنتخب المغربي وهو بيتكلم احنا هنوصل لاخر نهائي كاس العالم. بالمناسبه هي طريقه بيستعملها بعض المدربين علشان يدي ثقه في اللاعبين. يعني يعني هو هنا بيقول ايه؟ بيقول لهم انا هوصل النهائي وهاخد البطوله، ما بيقولش ان انا هوصل للدور قبل النهائي، لا انا هوصل النهائي واخد البطوله. يعني بيحط من انواع التحفيز للاعيبه، تحفيز بيحط نفسي. بيرسخ في دماغ لاعبته ان انا هوصل النهائي واخد هذه البطوله. وعلى فكره مدرسه كان بيعملها جوزيه على طول، خلي بالك مباراه قويه هتكون مباراه الوداد والهلال، ماتش مع صعب مع الهلال، مباراه قويه جدا يعني. اتفضل. طب يعني استغل برضه حضرتك كابتن اسلام والكابتن اسامه، شايف الاختلاف اللي ممكن يكون في مواجهه الاهلي واوكلاند عن المواجهه اللي جمعت ما بينهم في 2006؟ لا لا اختلاف كبير. انا وجهه نظري انها هتبقى نفس الطريقه، كنت بسال السؤال ده الكابتن وائل، هي نفس طريقه اللعب او نفس المميزات اللي بيتميز بيها الفريق اوكلاند سيتي، وهي القوه البدنيه، القوه الجسمانيه، القوه العضليه، هو ده اهم ما يميز اوكلاند سيتي من 2006 بقى او حتى من زمان جدا لغايه دلوقتي، هو ده اللي بيميز الفرق الاستراليه او النيوزيلنديه او المجموعه دي في القارة بتاعتهم، بتتميز بالقوة البدنية، وبالتالي انت لو عندك الذكاء بتاعك اللي بتلعب بيه العادي هتقدر تكسب وتكسب مكسب. واهم ما نظر يميز بقى فريق النادي الاهلي ان هو نفس الجيل ده اللي هيلعب للسنة الثالثة على التوالي، فعندك خبرة المونديال، البطولة برضو في بلد عربي، البطولة الاولى كانت في الدوحة، كانت الثانية في الامارات، بالنسبة للجيل ده البطولة الثالثة في المغرب، فممكن يكون حافز للاعبي النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. نروح للخبر القادم من فلامينجو البرازيلي. ديفيد لويز لاعب فلامينجو البرازيلي يؤكد صعوبة مباراة فريقه في النصف النهائي. شدد البرازيلي ديفيد لويز لاعب فريق فلامينجو البرازيلي عن أن مباراة نصف النهائي في كأس العالم للأندية لن تكون سهلة، وأن فريقه سيتعامل مع المباراة بكامل الجدية، وسيواجه النادي البرازيلي في نصف النهائي الفائز من مباراة الوداد الرياضي والهلال السعودي يوم 7 فبراير المقبل بمدينة طنجة. وأكد لويز على أن فريقه مستعد لخوض نصف نهائي مباراة نصف النهائي أمام فريق أو فرق تتطور بشكل كبير، فرق طبعا موجودة من خارج القارة الأوروبية وأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى أن ريال مدريد هو المرشح الأبرز والأقوى بسبب تاريخه الكبير ولاعبيه المتألقين. هنروح لخبر من أهم الأخبار، وهحتاج أننا تعقيب طبعا من الكابتن إسلام والكابتن أسامة على هذا الخبر. الكونميبول اللي هو الاتحاد أمريكا الجنوبية يخصص من حملية كبيرة في حال تتويج فلامينجو البرازيلي بلقب المونديال. خصص اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم من حمليه كبيره لفريقه فلامينجو البرازيلي في حال تتويجه بطلا لكاس العالم للانديه، وهي منحه مقدره ب 5 مليون دولار كحافز كبير جدا لهذا الفريق من اجل التتويج بكاس العالم للانديه. اعتقد دعم موجود مهم جدا للاتحادات القاريه والاهليه طبعا يا كابتن اسلام، كابتن اسامه، بنشوف ان هي تدعم فريق زي فلامينجو ب 5 مليون دولار، اعتقد بتدي رساله سواء للاتحادات القاريه او للاتحادات الاتحاد المصري. الاتحاد المصري هديه 5 مليون بوسه، بيقول لك متشكرين جدا ان انت وصلت لكاس العالم. لا طبعا طبعا يعني والله خبر يعني خبر مفرح يعني ان الاتحاد انت عايز الاستاذ رضا العطار يدينا 5 مليون دولار؟ ده ما بعتش الجواب يا عم فاروق. طبعا 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 هي حاجه كويسه يا كابتن اسلام، الدعم والمسانده، والدليل على كده شوف كم الفرق من امريكا اللاتينيه امريكا الجنوبيه اللي اخذت البطوله دي. البطوله صح، حافز كبير طبعا. ده خلي بالك ده غير مكسب البطوله، غير مكافئات البطوله، فانت بيديك حافز 5 مليون دولار عشان تروح تلعب في كاس العالم للانديه. فانت لما هتاخد البطوله، لو فلامينجو ده مثلا خد البطوله هياخد له 5 تقريبا او حاجه كده او اكتر. اكتر من كده، مبلغ اكبر من كده، فبالتالي هيبقى داخل له 10 15 مليون في اسبوعين يعني. لازم نبعت الجواب عم فاروق. طبعا يا كابتن اسلام كابتن اسامه، بكده تكون انتهت اخبارنا في المونديال، ولكن قصه الاهلي مع المونديال لم ولن تنتهي. كل التوفيق باذن الله لفريق النادي الاهلي. شكرين يا رؤى، نورت. شكرا جزيلا، متالق كالعاده.
بشكرك كابتن اسامه وبشكرك كابتن اسلام. شكرينا فاروق. خلينا نطلع برضو من فاروق نروح للمغرب بقى، نروح لزميلنا كريم احمد. يا رب بس ما يبقى لابس الجوانتي عشان بس، مع ان النهارده بيقولوا الجو كان تلج. كريم اخبارك ايه؟ كابتننا كابتن اسلام الشاطر مرحب بيك طبعا، ومرحب بالكابتن اسامه حسني. يستمر الطقس السيء يا كابتن اسامه يعني طبعا يا كابتن اسلام، طقس الحقيقه النهارده كان مختلف بشكل كبير، ويمكن باين طبعا في الهايلايتس المتواجده طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. يعني زي ما بنقول بتشوف كل الفصول الحقيقه في هذا التوقيت في المغرب، لكن اجواء كرويه ممتازه، لكن هو الامطار الحقيقه هي اللي يمكن بتسبب صعوبه شويه، وعلى اثرها يمكن زي ما زميلي فاروق يمكن ذكر النهارده، يمكن اقدر اقول لك مثل كولر يعني ضغط التدريب بشكل كبير جدا، ما اداش المساحه الكبيره لان كان في صعوبه لاستكمال التدريب في هطول الامطار الكبير جدا اللي كان على ملعب صينيه الرمل. يعني لمده 25 دقيقه كابتن اسلام كابتن اسامه الامطار كانت متلاحقه بشكل كبير، فالحرص الكبير والخوف والتحذيرات الطبيه كالعاده من رئيس الجهاز الطبي للدكتور احمد ابو عبله ان يكون في تفضيل ان كل لعيبه النادي الاهلي تستكمل باقي الفقرات البدنيه ايضا كمان في الجيم، وده الحقيقه يمكن الان بالجهاز الفني على ان يكون بقى تدريب الغد بمشيئه الله للتدريب الاخير والرئيسي على ملعب ايضا كمان صينيه الرمل، يكون تدريب وجرعه تدريبيه قويه يستفيد بها النادي الاهلي، وتنتهي بقى ساعتها الاستعداد الفنيه، وتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى بمشيئه الله يوم الاربعاء باذن الله ان شاء الله يقدر النادي الاهلي ان يتخطى هذه المباراه اللي لها حسابات عديده جدا فنيه لمستر كولر. ويمكن ده اللي واضح يا كابتن اسلام كابتن اسامه من خلال التحضيرات، تحضيرات الخاصه الفنيه، تحضيرات ايضا كمان الفيديو الهايلايتس النهارده قبل التدريب، خصص الجهاز الفني بعض الفقرات عشان اللعيبه تتفرج عليها، تتفرج على ازاي البيلد اب بيبدا من اوكلاند سيتي، اللي بيضغطوا ازاي، هل التلت الامامي، كل الامور دي الحقيقه يمكن كولر والجهاز الفني مركز فيها بشكل كبير مع لعيبه النادي الاهلي، وفي استيعاب اكبر الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي في هذا الامر، كل لعيب بيركز في مكانه، ايه المتطلبات، ايه الامور. كولر ايضا كمان مقسم الجيم بشكل كبير على حسب طبعا انت عارف يا كابتن اسلام يا كابتن اسامه، هم بيلعبوا طريقه 4-3-3، لكن ممكن يكون في متغيرات في كاس العالم، ممكن يكونوا بيلعبوا في الدوري بهذا الشكل، لكن ممكن يكون عندهم بعض المتغيرات. فالحقيقه يمكن مستر كولر عامل سيناريوهات عديده جدا، ويا رب ان شاء الله يكون موفق في مباراه الاربعاء بمشيئه الله. يمكن انت ذكرت يا كابتن اسامه التدريب غدا هيكون 12 ظهرا، بالتاكيد هيكون في نفس الموعد تدريب اليوم هو تدريب الغد بمشيئه الله، لكن هنرجع لفندق الاقامه ويبدا الفريق يتحرك من جديد 3:30 بتوقيت طبعا المغرب الى طنجه. يمكن الرحله استغرقت ساعه ونص لما وصلنا هنا الى طنجه، ممكن كمان تستغرق اكتر من كده لان زي ما قلت لك الموكب كبير جدا والتامين اكبر، فما بيبقاش في سرعه طبعا على الطرق، فبتستغرق وقت اكبر شويه على ان يصل بمشيئه الله النادي الاهلي الى طنجه، ومنها للاجتماع الفني للامور التنظيميه والترتيبيه وكل التعليمات الخاصه المعتاده طبعا بالاجتماع الفني اللي بيكون قبل كل المباريات، وتحديدا في كاس العالم للانديه. نقطة مهمة جدا حابب اتكلم عليها مع كابتن اسلام ومع كابتن اسامة الحقيقة، وهو اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع لاعبي النادي الاهلي قبل التوجه لتدريب اليوم. مردودها كان كبير جدا، رسالتها كانت مهمة جدا للعيبة النادي الاهلي، كانت باينة الحقيقة في التدريب النهاردة رغم قلة عدد طبعا الدقائق في التدريب، لكن التحفيز كان مهم جدا. الكابتن الخطيب كالعادة جمهور النادي الاهلي مستنيكم، ابذلوا كل اللي عليكم، توفيق ربنا يكون معاكم، انتوا جايين محققين 3 ميداليات، فرحين جمهور النادي الاهلي بشكل كبير، جمهور النادي الاهلي عنده امل كبير جدا ان احنا نوصل بشكل بعيد في هذه البطوله. فيمكن بتكون رسائل بسيطه لكن مردودها يا رب يكون لعيبه النادي الاهلي مستوعبه بشكل كبير جدا، ويكون موفقنا ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله في مباراه الاربعاء. اعتقد هناك غلق كامل لكل الاحداث اللي بتحصل، لانه يعني احنا شايفين الكابتن بنفسه الحقيقه. يعني انا لسه حتى كنت بقول لاسامه يعني كابتن خطيب واقف بيشوف الناس داخله ازاي وبتتحرك ازاي ومين اللي شايف ومين اللي بيبص ومين اللي بيتكلم، يعني من الواضح ان هناك غلق كامل على الفريق خلال هذه الفتره. بالتاكيد يا كابتن اسلام من اول لحظه الحقيقه في تعليمات مهمه جدا للجهاز الفني واللاعبين من طبعا كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي لفرض مزيد من التركيز، التركيز موجود بالتاكيد لكن لابد يكون في تركيز اكبر لان احنا عندنا حلم كبير جدا زي ما بنقول مش بعيد ان احنا نوصل لمرحله بعيده جدا يا رب ان شاء الله باذن الله، فكان لابد يكون في تعليمات، لابد يكون في اصرار كبير جدا على التنفيذ هذه التعليمات. الكل ما بيتكلمش غير على المباراه، الكل ما بيتكلمش على فرحه الجمهور، المباراه الافتتاحيه، عشان كده بقول كابتن اسلام يعني عندنا ثقه بمشيئه الله ربنا سبحانه وتعالى على لعيبه النادي الاهلي في هذه المباراه 90 دقيقه، يعني الكل لابد ان هو يبذل كل الجهد في هذه المباراه ويتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى. كريم انا شايفين دلوقتي وانت بتتكلم عنها صور للتدريب وفي امطار غزيره جدا في ملعب التدريب، هل برضو الامطار موجوده في مدينه طنجه اللي هتكون فيها المباراه، ولا هناك في البلد الثانيه اللي هيتسافروا ليها بساعه ونص يعني ما فيش امطار فيها؟ عندك معلومه ولا لا؟
بالتاكيد طبعا يا كابتن اسامه سالنا على هذا الامر، هل يعني هل ممكن يكون الجو اهدى شويه بالنسبه؟ أيوة. طبعا احنا موجودين في جبل، يعني انت عارف طبعا تطوان بعيده عن طنجه بساعه ونص، فالجبل مرتفع فالامطار بتكون يعني صعبه جدا، لكن يمكن الناس طمنتنا شويه قالت ان ممكن الامطار تهدى بشكل كبير، الشمس بتكون طالعه الحقيقه في الصباح، لكن انت عارف توقيت المباراه مختلف بشكل كبير جدا، 8 مساء يعني حضرناه هنا الامر بيكون صعب شويه، كمان الرياح بتكون قويه جدا، فده ممكن يعني يسبب بعض الامور، لكن ملعب ابن بطوطه طبعا يعني ملعب طبعا مغلق كل الامور دي، لكن احنا بنتمنى ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لنا الظروف والمناخ يكون طيب جدا في يوم الاربعاء في 8 مساء. ويمكن نقطه كمان سريعه، يمكن احنا عارفين ان لعيبه النادي الاهلي هتتدرب غدا على ملعب طبعا ملعب التدريب، لكن يمكن استعلمنا وسالنا ليه النادي الاهلي ما تدربش او اوكلاند سيتي ما تدربش على الملعب طبعا ملعب ابن بطوطه. التجهيزات الحقيقه اللي يمكن كانوا بيقوموا بيها ارضيه الملعب تحديدا وليس المدرجات خدت منهم وقت كبير، فيمكن ده اللي يمكن عطل شويه، والفيفا خلاص كانت خدت كونفيرم ان خلاص الامر هيكون منتهي بعد مباراه اوكلاند سيتي بعد المباراه الافتتاحيه، يقدر اي فريق يتدرب على المباراه قبل طبعا ملعب المباراه قبل مباراته التاليه، فنقطه مهمه جدا حتى لعيبه النادي الاهلي تقدر ان هي تشوف هذا الملعب. كل الامور دي اكيد هتحسم في الاجتماع الفني، لكن بمشيئه الله ان شاء الله كل الامور طيبه جدا يا كابتن اسلام. يتبقى الغد، وبعد الغد ان شاء الله باذن الله تكون فرحه لكل جمهور النادي الاهلي. كريم، بعد انتهاء التدريب او بعد نهايه التدريب او اضطرار كولر لانهاء التدريب، هل اللعيبه كملت في الجيم لما رجعوا؟ ايه اللي حصل؟ اشرح لنا برضه. يعني هقدر اقول لك كابتن اسلام في جيم هو ملحق بالملعب، يعني متواجد طبعا في الملعب، فيمكن الفقره البدنيه كلها كان كل اللعيبه خلاص بعد هطول الامطار كان صعوبه بالغه ان انت تقدر تنفذ اي جمل تكتيكيه او اي شوتنج او اي سبرنتات، وحرص كمان من نزلات البرد لان البرد قارس جدا، فيمكن الفقره البدنيه كلها استكملت مده 25 او 30 دقيقه كلها كانت تمرينات بدنيه في الجيم الملحق بملعب سنية الرمل. يعني هو مش مجهز بشكل كبير جدا، لكن ساعد لعيبه النادي الاهلي ان هي تقضي للتدريب، لان كان خلاص الامر بالنسبه ان انت تقدر كرات ثابته شوتنج كورسات كانت بيبقى فيها صعوبه جدا، لان الكوره بالهواء بتتحرك بشكل كبير فبتاثر على لعيب النادي الاهلي، لكن اقدر اقول ان هي الجرعه النهارده ما كانتش كامله، لكن على امل بمشيئه الله غدا تكون جرعه تدريبيه قويه فيها حماس فيها جديه تدي رساله للجميع، لان بكره يكون كل وسائل الاعلام متواجده لتصوير الفقره المسموح منها ال 15 دقيقه الاولى لفريق النادي الاهلي، فيا رب يكون الانطباع يوصل لكل جمهور النادي الاهلي ان لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير، ويوم الاربعاء بمشيئه الله ان شاء الله تكون فرحه لكل جمهور النادي الاهلي في القاهره بمشيئه الله. الحضور الجماهيري مهم، طمنا على الحضور الجماهيري يا كريم. منتظرين الحقيقه كابتن اسامه الحضور الجماهيري ومؤازره الحقيقه جمهور النادي الاهلي بالتحديد، زي ما قلنا يمكن الجانب المغربي واهتمامه الكبير جدا بالنادي الاهلي ووجوده هيساعد بشكل كبير جدا لنجاح البطوله ونجاح المباراه الافتتاحيه، لكن لعيبه النادي الاهلي عايزه تبص في المدرجات تلاقي عدد من جمهور النادي الاهلي، الاناشيد والاغاني والهتافات المعتاده مهما كان قله العدد، احنا طبعا طمعانين جمهور النادي الاهلي يكون بكثافه في المباراه الافتتاحيه وفي كل المباريات، لكن مردودها بيكون كبير جدا، عالم النادي الاهلي لما بيرفع في المدرج نادوا على لعيبه النادي الاهلي، كل الامور دي بتساعد فريق النادي الاهلي الحقيقه على تجديد الرغبه والثقه الكبيره ويبذل كل الجهد ان شاء الله، فمنتظرين جمهورنا العظيم. طيب. السند الداعم الكبير جدا لجمهور النادي الاهلي في كل المحافل يا كابتن اسامه. اخيرا يا كريم، يعني انا شايف ان او الغالب هيحصل انه الصحافه والاعلام في المغرب يهتم طبعا بالوداد المغربي، ولكن عايزين نعرف برضو مدى اهتمام الصحافه بهذا الامر او الاعلام المغربي بشكل عام بكاس العالم للانديه وبالنادي الاهلي تحديدا. يعني طبعا في كل وسائل الاعلام الحقيقه مهتمه بشكل كبير جدا، الكل بينقل الاخبار، الكل بيتابع الحقيقه كمان اخبار للنادي الاهلي وبشكل عام كاس العالم في كل الفرق المشاركه معاد الوصول معاد الامور، لكن النادي الاهلي له طبع خاص الحقيقه في تناول الاخبار هنا بقيمه النادي الاهلي وبالاحاديث طبعا المعتاده طبعا عن كل الجانب المغربي اللي بيحاول ان هو يوصل للمعلومه، لكن انت عارف في غلط تام هنا في معسكر فريق النادي الاهلي، كل المعلومات الحقيقه بتكون معلومات عاديه جدا للجميع، لكن في اهتمام كبير جدا، الناس بتقول كمان المباراه الافتتاحيه امام اوكلاند سيتي النادي الاهلي بتاريخه الكبير جدا يقدر يتخطى، الجانب المغربي طبعا هو اللي بياكد هذا الامر، يقدر يتخطى النادي الاهلي، اوكلاند سيتي عنده بيطلع كل مباراه الافتتاحيه بيغادر بيتغلب في كل المباريات الاولى، لكن ده مش مقياس، لعيبه النادي الاهلي زي ما بقول لك كابتن اسلام فصل تام عندها تركيز ما بتبصش في اي اخبار ما بتسمعش اي اخبار، وده الحقيقه اللي مطمنا بشكل كبير جدا ان التركيز فقط لا غير في المباراه، اي امور بتكتب اي اخبار. ايضا الجانب الاخر طبعا يعني يمكن كان من 24 ساعه جوردن واتسون ده كان المتحدث الرسمي لاوكلاند سيتي قال النادي الاهلي مباراه صعبه جدا في البدايه، احنا هنقابل بطل القرن هنقابل نادي القرن هنقابل
واحد من اعظم الانديه في افريقيا. فيمكن الرسائل دي احنا معتادين عليها ان ممكن تكون الرسائل دي بتطمن شويه، لكن الحاله اللي احنا شايفينها في فندق الاقامه حاله التركيز وحاله الصمت التام والتركيز فقط في المباراه هي اللي مخليانا عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي ان هي فصل تام. والدور الاكبر الحقيقه يرجع لي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه اللي فارض الحقيقه امور عديده جدا. يا رب ان شاء الله تكلل بكل النجاح يوم الاربعاء بمشيئه الله يا كابتن اسلام. بنشكرك شكرا جزيلا يا كريم ومتالق كالعاده، وبرده بكرر شكري لطاقم العمل قناه النادي الاهلي المتواجدين هناك في المغرب اللي حاطين كل جماهير النادي الاهلي في قلب الحدث والتفاصيل دايما اول باول. بنشكر كريم احمد مراسلنا هناك، مخرجنا محمد دكروري، وكمان على الكاميرا هناك محمد عويضه. بنشكركم شكرا جزيلا. كابتن اسلام حابين نوضح برضو لجماهير النادي الاهلي التساؤل ده خلال الكام يوم وهيبقى بكره والنهارده، القنوات الناقله للحدث الكبير كاس العالم للانديه عشان اللي عايز يتابع هتكون القناه الارضيه المغربيه، القناه الوطنيه المغربيه هتكون ارضي، والقناه السعوديه SSC دي اللي هتكون دي قناه مشفره. دي القنوات لحد دلوقتي دي الناقله للحدث كاس العالم للانديه. نروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون ضيوفنا محمد جمال واحمد مجدي، ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. محمد جمال، ازيك يا جيمي؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ كله كويس؟ كله زي الفل. احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله، زي الفل. طيب هنبدا كالعاده الحقيقه دايما بكلامنا في الاهلي في المونديال، برضو عايز اسمع منكم شكل المنافسه في ظل هذه الفرق المشاركه، وبعدين هرجع لك بقى جيمي كالعاده يعني في موضوع التحكيم. جيمي صاحب الحصريات، بيجيب لنا شويه حصريات حلوه عشان هو عنده النهارده كام حاجه بس هنقولها، بس خلينا الاول نبدا في ظل الانديه المشاركه شكل المنافسه هيبقى عامل ازاي في كاس العالم للانديه؟ والله كابتن انا مبسوط قوي معاكم مع كابتن اسامه، واثنين لعبوا اثنين نهائي كاس، اثنين كاس عالم انديه، ويا رب فاينل يعني يا ربنا بالظبط كده. فانا سعيد يعني اكيد طبعا طبعا كابتن، في البدايه اكيد بطوله مهمه جدا، مشاركه الثالثه على التوالي للنادي الاهلي. يمكن انا ضد اللي بيقول الظروف خدمت، لا الظروف ما خدمتش ولا حاجه. النادي الاهلي وصيف دوري ابطال افريقيا وصل للفاينل للمره الثالثه على التوالي. الاهلي يستحق ان هو يكون موجود في كاس العالم للانديه. دي المشاركه لينا رقم 8 طبعا في المونديال، ان شاء الله نقدر ان احنا نوصل للمباراه النهائيه وليه لا. يعني احنا لعبنا بايرن ميونخ وكنا يمكن قريب ان احنا نوصل، حتى السنه اللي فاتت كنا قريبين ان احنا نوصل، ولكن يمكن المره دي زي ما هي جت للحق ان هو يكون موجود، يمكن كمان تكون موجوده لنا في الفاينل. يمكن المنافسه في البطوله السنه دي هتكون صعبه، يمكن احنا عشان بادئين بدري شويه، هنبدا قدام اوكلاند سيتي، ما ينفعش ان احنا نستهين باوكلاند سيتي. فريق كويس، فريق اكيد عنده امكانيات كويسه، عندهم مدير فني شاب عنده 39 سنه، عنده برده خبرات، واخد كل يا كابتن الرخص التدريبيه، واخد كل حاجه، مش بس عندهم 39 سنه ومش واخد اي حاجه، ودي انت عارف ملمسها في ايه طبعا. في الناحيه الثانيه برده عندهم لعيبه كويسه ولعيبه عندها خليني ساك خليني ابوس ايدك، انا عايز يعني انا عايز اركز على الاهلي في المونديال. ماشي يعني انت بتتكلم برده مش هقول لك ان اتحاد كوره من 2016 ما عملش ولا حاجه، ولا حضرتك تقول الكلام ده. الدكتور جمال محمد علي ما جابش الفايل بتاعه والكاف، ما هو قال لك اخر 12 بس ما قالش سنه كده بالظبط كده. عندنا اكيد مشاكل كتير، ولكن اوكلاند سيتي فريق جيد هتبدا بيه. بعد كده لو قدرت ان شاء الله تفوز وان شاء الله تعدي، هتلعب مباراه صعبه جدا قدام بطل امريكا وسياتل ساوندرز. ان شاء الله ان شاء الله تقدر كمان تعدي، هتقدر تتعامل ان شاء الله مع بطل امريكا، توصل لريال مدريد كمستوى ككل. الهلال السعودي فريق قوي، الوداد فريق قوي، كل المشاركين هم افضل دلوقتي فرق موجوده في القارات. ان شاء الله نقدر ان احنا نعدي، بس البدايه قدام اوكلاند، بعد كده نتكلم في كل المباريات اللي بعدها. مجدي السابقه كانت في ممكن يكون ليها ان شاء الله تاثير كبير للنادي الاهلي، الحضور الجماهيري، الاجواء نفسها ممكن ان شاء الله تقرب للنادي الاهلي السنه دي يعني بمركز افضل ان شاء الله باذن الله يا كابتن. طبعا يعني ده تمنياتنا، بس الدعم المغربي بالذات للاهلي المصري انا متخيل ان هو هيكون غير مسبوق، لانه اكتر جمهور دعم الكره المغربيه في كاس العالم 2022 بوضوح كان الجمهور المصري. فانا متخيل انه الدعم المغربي للاهلي انا متخيل ان هو هيكون غير مسبوق، وده اللي انعكس على فكره في لسه التذاكر ما انتهاش طرحها بشكل كبير في ماتش الاهلي واوكلاند، ولكن الاقبال كبير جدا على ماتش الاهلي سواء من الناحيه الجماهيريه او من ناحيه المتابعه اللي على السوشيال ميديا للموضوع. كلام الكابتن محمود الخطيب في احدى مؤتمرات الرعاه عن المنتخب المغربي والاشاده بيه في كاس العالم واللي وصل ليه كان برضو كلمات لها يعني مفعول كبير جدا بالنسبه كمان في الشارع الرياضي المغربي. من المؤكد يا كابتن واللي عايز اقوله انه سياسه النادي الاهلي حاليا في التعامل مع
بلدان شمال افريقيا واللي تجلت بالذات في ماتش وفاق في موضوع وفاق سطيف والقندوسي، انا بتخيل انها سياسه رشيده جدا، سياسه حكيمه جدا، لانه طول وقت طويل جدا يمكن تكون العلاقات بين يعني الانديه المصريه والانديه الشمال افريقيه فيها بعض التوتر، بيزيدها احيانا بعض التصرفات غير المسؤوله من بعض المسؤولين اللي في الانديه المصريه. ولكن لما تتعامل بمنتهى الحكمه، وبلف القندوسي اللي انت حاليا تنازلت عن وجوده معاك عشان يلعب امم افريقيا المحليين مع الجزائر، انا بتخيل ان هو ده سيستم علاقه بيجمل صوره مصر، بيبيض صوره مصر كلها. والممثل بتاع اللي هو النادي الاهلي الحالي في كاس العالم للانديه المفروض يحظى بالدعم المصري الكامل من كل الانديه، انا بتخيل انه السيناريو للاداره الرسميه دلوقتي، خصوصا في نقطه مهمه جدا يا كابتن، كل المحاولات اللي حصلت بعد ماتش الوداد بتاع السنه اللي فاتت ان العلاقات الاداريه المصريه المغربيه بشكل عام تهتز، على الرغم من تحفظنا لما حدث في الوقت ده وان النادي الاهلي ما حظيش بالظبط في كافه حقوق، بس انك تتحلى بالشكل المسؤول في التعامل مع يعني منظمه شمال افريقيه بحجم الاتحاد المغربي لكره القدم اللي ليها نفوذ كبير جوه الاتحاد الافريقي لكره القدم بقياده فوزي الاقجع، انا بتخيل انه كل ده في ضوء اللي حصل من انجاز المنتخب المغربي هخلي النادي الاهلي بينعم بتجربه ممتازه جدا جوه المغرب قد نكون مهددين بالحرمان منها في اوقات سابقه. بالنسبه للاستاذ فوزي الاقجع رئيس الاتحاد المغربي، هو دام الاتصال بالكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب متواجد دلوقتي مع بعثة النادي الاهلي ورئيس البعثة الاستاذ فوزي الاقجع، دائم الاتصال لاطمئنان على الكابتن محمود الخطيب وعلى بعثة النادي الاهلي كافة الامور. راجل محترم. وكمان يعني حاجة تانية، الكابتن محمود الخطيب نظرا للبعد ما بين تطوان اللي هو موجود فيها دلوقتي او طنجة لكون اللي فيها المباراة والاتحاد المغربي بعيدة جدا، لكن فأقرب فرصة ممكن يكون في زيارة مهمة للكابتن محمود الخطيب للاتحاد المغربي وتهنئته باللي وصلوا ليه لكأس العالم. فكرة وجود أصلا الكابتن محمود الخطيب مع البعثة عامل فرق كبير جدا، والناس كلها كانت بتتكلم حتى على الفيديو اللي كان في الطيارة، هو الكابتن بيسلم على لعيب في الطيارة. لو حافظ فيديو مختلف بيقول ده إيه، يعني حتى بيهزر مع حد، التاني يقول له ربنا يوفقك، هو عارف بيشد من اللعيبة إزاي. بص يا كابتن برضه في حاجه انا لاحظتها جميله جدا ودايما بلاحظها من الكابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي، لاعيبه النادي الاهلي مهما وصلوا النجوميه هم شايفينه النجم الاول للنادي الاهلي. فدايما لما بتشوف رئيس النادي الاهلي هو النجم الاول للفريق، بص على حتى انا مش هقول لك على لعيب من النادي الاهلي، بص لعيب كريستو لعيب لسه جديد على النادي الاهلي، بص كان منتظر ازاي كابتن ان هو يسلم على كابتن محمود الخطيب. فده بيديك اكيد انك انت عارف انت بتتعامل ازاي في احترام حقيقي. ولكن بمناسبه الصداقه والزماله اللطيف ده جدا الحقيقه، كابتن محمود الخطيب واحد من اقرب الاصدقاء لي كابتن عزيز بودرباله. كابتن عزيز بودرباله هذا النجم المغربي الكبير جدا جدا أسطورة. الحقيقه واسطوره من اساطير المغرب حقيقة. لانه وانا الحقيقه كنت حريص ان احنا نجيب مثل هذه الامور، لانه الفتره اللي فاتت حاول البعض يعني ان هو يدخل في هذه المنطقه ويقول ان علاقه النادي الاهلي علاقه كابتن خطيب بالانديه، لا، علاقة النادي الأهلي والكابتن خطيب علاقة محترمة جدا بكل الناس، طالما بتحترم النادي الأهلي يبقى الكل هيحترمك. عشان كده أنا عندي رسالة مهمة جدا 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 الحقيقة من النجم الكبير وأسطورة المغرب كابتن عزيز بودربيلة، قالها للنادي الأهلي وللكابتن محمود الخطيب من خلال فيديو خاص بعته لنا الحقيقة من ليون في فرنسا. كابتن عزيز بودربيلة هو الحقيقة قليل الظهور أو نادر الظهور في الإعلام، ولكن عندما علم أن الفيديو ده هيتعرض على قناة النادي الأهلي ولجمهور الأهلي وكابتن محمود الخطيب، فالحقيقة أصر أن هو يعمل الفيديو ويبعته لحضراتكم. خلينا نطلع نشوف ماذا قال النجم الكبير وأسطورة المغرب كابتن عزيز بودربيلة، نرجع نكمل. السلام عليكم، أنا سعيد وبلدي المغرب يستقبل نادي القرن من الشقيقة مصر الغالية، وأنا أسعد أن يكون وفد الأهلي بقيادة أخينا الأكبر محمود الخطيب بقيمته وقامته رفقة الوداد الرياضي يحملان شرف تمثيل العرب وإفريقيا في هذا المونديال، في مونديال الأندية بأرض المملكة المغربية الشريفة. أحبتينا في الأهلي، أهلا ومرحبا في بلدكم المغرب، وتحية من الرباط إلى القاهرة. طيب، حاجة محترمة جدا الحقيقة، و
هي دي العلاقات، هي هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هي دي كره القدم يعني، لعبه اتلعبت علشان المواقف دي، علشان الكلام ده. قابلته في امم افريقيا 2019 في مصر وعملت محور قد ايه يا كابتن اتكلم على الكره المصريه بشكل كويس، وقال ان الكره المصريه دايما بيكون ليها رياده مع الكره المغربيه، ودايما لما بيكون الاهلي بالذات قال حتى بالنادي الاهلي بيكون كويس، بيكون لعيبه النادي الاهلي بشكل كويس موجودين في المنتخب. كمان ساعتها سالته على الاساطير يعني اللي في الكره المصريه، ساعتها ذكر ليا عده اسماء ولكن كان اولهم طبعا وكان في مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب. دايما العلاقات المصريه المغربيه دايما كويسه، وانا بشيد بكلام احمد ان هو ما تاثرناش او ما فيش حد حصل تاثير عليه بعد الاحداث اللي حصلت في نهائي افريقيا، كان التعامل بشكل كويس جدا جدا مع الامر. كمان يا كابتن في حاجه بسيطه كده، يعني خلينا نقول انه بلدان شمال افريقيا عموما سبقت الكره المصريه في الوقت ده تحديدا، كانت ايدهم اطول شويه على المستوى الافريقي وفرقهم بتوصل اكتر الى حين ظهور كابتن محمود الخطيب ساعتها كلاعب. يعني هم يتذكروا جيدا في المغرب وفي تونس مثلا الهدف اللي سجله الكابتن في تونس بتاع عتوقة مثلا، الهدف ده اشار ان في مواهب كبيره في مصر. مثلا الماتشات اللي لعبها ضد المغرب، الماتشات اللي لعبها ضد الجزائر، كل دي حاجات يعني الناس يعني تحت يعني ان الكابتن دلوقتي في موضع اداري، الناس بتتناسى بعض الحاجات اللي ليها علاقه باسطوريته كلاعب كره قدم، ان الجانب ده مش مسلط عليه الضوء او لا. الكابتن محمود الخطيب في السبعينات وفي الثمانينات كانت شهرته بجد عالميه، وده مش عشان احنا في القناه، يعني بجد الكابتن محمود الخطيب كانت شهرته في الوقت عالميه، فعزيز بودربالا والتيمومي وكل دول عارفين بيتكلموا على كابتن محمود الخطيب وما بيتكلموا على اي موهبه. قوه مصر انها وفي رياضتها التكتيك، انما في صح كل امورك ما بين كل الدول. وجهه نظر ان الرياضه والصحف العالميه دلوقتي الجارديان ذا سان شوف، وهي متصدره عن عنوان الاهلي المصري. احنا بنتكلم عن الصوره الايجابيه بقى، سيبنا من الصوره السلبيه، واحنا والناس بتتكلم عن الاهلي تعرف ده، يبقى لازم تتكلم عن الصوره الايجابيه، صوره الاهلي والمنشطات الرئيسيه في الجارديان وفي ذا سان. حاجه تشرف مصر قبل ما تشرف النادي الاهلي. عايزين نروح دلوقتي عن الجيل الحالي. الجيل الحالي يعني دي البطوله الثالثه ليه على التوالي، حقق برونزيه في قطر، حقق برونزيه في الامارات، قريب ان هو ممكن يحقق ان شاء الله يعني حته ابعد. الظروف مهيئه. عايزين نتكلم عن الجيل الحالي، خاصه كانت الناس او جماهير النادي الاهلي دايما بتضرب بينا المثل يا كابتن اسلام وتقول الجيل بتاعكم، لكن انا يعني الجيل الحالي لا نرفع له القبعه. انت بدات حقق دلوقتي ما شاء الله يعني اتنين برونزيه ورا بعض، حاجه تحسب للجيل ده. طبعا كده يا كابتن، اكيد الجيل الحالي خلاص دي المشاركه الثالثه ليه في كاس العالم، هم حسوا قد ايه البطوله دي بتبقى مهمه جدا بالنسبه لهم. هم شافوا في اول بطوله بالنسبه لهم والبرونزيه، ثم البطوله الثانيه برده البرونزيه، البطوله الثالثه بالنسبه لهم برده ده نجاح بشكل كبير جدا، وعلى مستوى كمان المنافسه اللي بيتنافسوها على مستوى كل حاجه. بس انا عايز اتكلم على بعض اللاعبين اللي موجودين في الجيل الحالي اللي اكيد خلاص بقوا من نجوم النادي الاهلي في تاريخه في البطولات. لما نتكلم على محمد الشناوي النهارده، شفنا يعني اعلان كده رسمي من قبل النادي الاهلي على تضحيه بعروض كتير جدا، وان هو دايما عنده رغبه في البقاء في النادي الاهلي والاستمرار. ده يقول لك قد ايه ان لعيبه النادي الاهلي بتتحمل مسؤوليه في الفتره دي. وبطوله كاس العالم للانديه من اول مشاركات حضراتكم من 2005، ودايما الجماهير كانت عايزاكم تاخدوا اللقب. انا اتذكر جيدا يعني كنت اكيد انا بحب الجيل ده، واكيد كنت بشجع كوره لسه مع الجيل ده، فكان الكل رايح 2005 انه عاوز اللقب. فانتوا رايحين بضغوطات ورايحين باحلام وان انتوا تطلعوا ليفربول في الفاينل، ولكن بعد كده لما انتوا تعرضتوا للهزه في 2005 2006 كنتوا واخدين برونز. فالجيل الحالي برضو يمكن بشوفه خد الهزه، بس مش في كاس العالم للانديه، خد على مدار السنين والدوري ودوري ابطال افريقيا لما خسر برضو الفاينل الاثنين ورا بعض ترجي ووداد، فاصبح عند النادي الاهلي رغبه قويه وملحه بتتويج بدوري ابطال افريقيا والوصول في كاس العالم لابعد مدى. يمكن كانت اختيارات اللعيبه والبقاء على الجيل الاساسي من اللعيبه بجانب التدعيمات انا بشوفه كان شيء مميز جدا. يمكن النادي الاهلي ما كانش بيتاثر بالضغوطات اللي حواليه بشكل كبير، كان في ضغوطات كتير، مؤجلات في الدوري وعدد ماتشات كتير جدا ومشاكل بيتعرض ليها على مدار الموسم بشكل كبير، ولكن كان واصابات كتير جدا، ولكن كان بيقدر يحافظ على القوام الاساسي بتاعه اللي دلوقتي بيلعب للمره الثالثه في بطوله كاس العالم للانديه. بشوف ان الجيل الحالي عنده فرصه زي ما كابتن اسامه بيقول ذهبيه بشكل كبير جدا، ان هو يوصل على الاقل للنصف النهائي. انت خلاص التارجت بتاعك دلوقتي انك على الاقل موجود في نصف النهائي، والله بقى انت قدرت انك تعدي، قدرت ما قدرتش انك تعدي انت موجود بتنافس على البرونزيه. خلينا نكمل كلامنا لك، خلينا نطلع نشوف تقرير عن فرصة هذا الجيل أو الفرصة الذهبية لهذا الجيل، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. أهلا بحضراتكم من جديد.
مجدي نروح بقى للقاء المرتقب ان شاء الله يوم الاربع، الاهلي واوكلاند، وعايزينك تكلمنا عن ابرز ارقام اوكلاند سيتي. يعني اوكلاند سيتي الرقم الصعب في كاس العالم للانديه، هو اكتر الفرق على مستوى العالم مشاركه في كاس العالم للانديه بواقع المشاركه اللي جايه تبقى مشاركه العشرة. هو اهم بطل لدوري ابطال اوقيانوسيا. دوري ابطال اوقيانوسيا مكون من خمس ست بلدان كده، اكبرهم نيوزيلندا لحد ما استراليا كانت معاهم، بس ده ما يخليش اوكلاند نستهين بيه. يعني اوكلاند سيتي دايما لما يتوج، هو البطوله دي انطلقت سنه 1987 دوري ابطال اوقيانوسيا، بطوله حديثه العهد نسبيا يعني قياسا لباقي القارات، ولكن اوكلاند نجح انه ياخدها 10 مرات، حوالي ثلث مرات التتويج بشكل عام. فاوكلاند فريق لا يستهان به، شارك 10 مرات. الرقم الفالت طيب بالنسبه لاوكلاند ان احسن مركز ليه اتعمل في المغرب سنه 2014، النسخه الوحيده حصل على المركز الثالث في المغرب، حصل عليها من اتلتيكو مينيرو اللي كان بيلعب فيه ساعتها رونالدينيو، كان بيلعب في الوقت ده رونالدينيو في النسخه اللي اتلعبت في المغرب. فاوكلاند سيتي فريق كفايه ان هم لعبوا قدام رونالدينيو. فاوكلاند سيتي فرقه، خلي بالك ده رقم كده يخلينا لازم يبقى في عندنا حذر. نخلص شويه من الفيل ده. المركز الثالث اخذوه 2014 في المغرب. في المغرب بالظبط. لا ده خلي بالك ده برضو يخلينا على اجواء. كمان من حيث الفنيات، هم دلوقتي اوكلاند في مرحله بيرجعوا فيها اللعيبه اللي كان ليهم فترات سابقه في النادي، وده شيء مهم جدا، زائد ان هم بيعتمدوا على اسم صغير اللي هو البرت رييرا. البرت رييرا كان لاعب لمده 12 سنه في النادي، ولما خلص 2021 مع مسك اسيستنت في ويست كوست رينجرز اللي هو تاني نادي تقريبا في اوكلاند، هبط بقى السنه اللي فاتت. اول لما يعني رييرا حاول يلحقهم في اخر 12 ماتش ما لحقش فهبطوا، واوكلاند ومسك اوكلاند على طول، خد بيهم الدوري في نيوزيلندا. كاتالوني بيلعب بالطريقه البرشلونيه المعتاده 4-3-3 صرف الدايموند العاديه، عنده عناصر مهمه جدا في خط النص بالذات. المهاجم الاساسي بتاع اللي هو ايميليانو تادي، وده هداف اوقيانوسيا واهم هداف في القاره كلها، جايب حوالي 150 جون مع اوكلاند سيتي بشكل عام، جايب 95 جون في الدوري النيوزيلندي، هو هداف اوقيانوسيا على مستوى دوري ابطال افريقيا. ارجنتيني مالوش ولا ماتش دولي، دوري ابطال اوقيانوسيا متاسف جدا، ارجنتيني مالوش اي ماتش دولي، ما لعبش حتى اندر 20 او 21 في 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 في, في الارجنتين، بس هو هداف لا يستهان به، هداف قوي جدا، رجع لهم بعد ما كان مر بتجارب كتيره من اخر المره، قعد معاهم 9 سنين وبعد كده رجع لهم في 2021، هداف الدوري النيوزيلندي السنه اللي فاتت، ولا يستهان بإيميليانو تادي. ده عندهم اثنين لعيبه في خط النص مهمين جدا، جاريجا اسباني وكاميرون هيجسون نيوزيلندي، بس ليه تجربه في الدوري الانجليزي مع بيرنلي. فتره التوقف دلوقتي طبعا الدوري عندهم واقف من 4 ديسمبر التوقف. هل ممكن تاثر بدنيا، خاصه انهم مميزين في النواحي البدنيه؟ اي العامل البدني هو قبل بس ما كان معسكر في اسبانيا، هم او سياتل لعبوا مباراه وبارسا لعبوا مع بارسا النديف ولعبوا مع بارسا النديف، ده احنا بنجيب لعيبه من الفريق الاول. يعني بيلعب قدام فريق اول برشلونه، مش بارسا بي ده مش ناشئين يعني برشلونه، استعداد قوي بالظبط، يستعد استعداد كبير، لان البرت رييرا من المدينه، البرت رييرا من برشلونه اصلا، وكان اي نعم ما التحقش باكاديميه لاماسيا، بس هو ليه افكار معينه مع برشلونه، ودايما وهو مدرب واعد مع الرخص كلها من هو لعيب، هو بس انا بضيف لجيمي انه لا عشان راسم كمان 3 سنين هيعمل ايه، فخد الرخص كلها وهو بيلعب، وهو بيلعب خلي بالك بيتكلم كويس قوي، كان معايا على الهوا في البيت الكبير، وكان بيذاكر الاهلي بشكل كويس جدا، كان بيتكلم على ابرز العناصر من اسبوعين ثلاثه يعني، وقال لي ايه، قال لي انت عندك معلول وديانج كذا ومعلول وديانج ما عرفش ينطق قفشه لا ما عند رقم كذا. بما اننا بنتكلم عن اوكلاند سيتي، خلينا نطلع نشوف فيديو جراف عن مشوار اوكلاند سيتي في كاس العالم ونرجع نكمل. طيب عايزين نركز اكتر برضو على اوكلاند، مين تاني اهم اللاعبين اللي موجودين في اوكلاند سيتي؟ وطريقه لعب الدايموند معروفه، ولكن عايزين نشرحها برضو ببساطه للجمهور النادي. بص يا كابتن، فريق اوكلاند بيعتمد بشكل كبير جدا على القوه البدنيه عنده، الفريق فيه اطوال بشكل كبير جدا هتبان حتى قدام النادي الاهلي، بيعتمدوا على القوه البدنيه بشكل كبير. قصدك ايه يعني؟ لا يعني طوال على الكرات الثابته يعني تكون مهمه بكتير جدا. وكمان يا كابتن عايز اقول لك على حاجه، ان هم جايبين 5 صفقات في شهر يناير الحالي، جابوا لعيب اسمه ناسان لوبو نيوزيلندي، لعيب اسمه ريجانت موراتي من كوسوفو، لعيب اسمه مايكل دين هايجر ده برده من نيوزيلندا، ولعيب اسمه دانيال مورجان ونيكو بوكسل. والخمس صفقات دي يمكن ما كلفتهمش بشكل كبير جدا، كانت فري، ولكن كلها تعاقدات لاعبين صغيرين في السن، وسط ملعب وباك يمين وباك ليفت. كمان عايز
عايز اقول لك ان في نقطه كده لازم الناس تبقى عارفاها، ان ايميليانو تادي اللي هو زي ما قال احمد ان هو من الناس الهدافين بشكل كبير جدا، ومسجل فوق ال 150 هدف مع فريق اوكلاند في كل البطولات، وصانع 56 جول، لعب فتره في سان داونز جنوب افريقيا، فاكيد عنده يعني لا الفتره اللي فيها الماتش كان الاهلي وحش، اللي كان فيها مباراه الاهلي كان كسر فيها قدام سان داونز في جنوب افريقيا، فلعب في افريقيا ولعب في فترات كبيره، لعب في سنه واحده مع سان داونز لعب 18 مباراه، يمكن في مباراتين النادي الاهلي ما شاركش، كان بديل، فده يقول لك ان هو عنده اكيد رؤيه للنادي الاهلي ويعلم جيدا قيمه النادي الاهلي. كمان عندهم جريكا لعب في وسط الملعب، ده محور الارتكاز بتاعهم، بيقدر يوصل الكرات بشكل كبير جدا لتادي وليه خط الهجوم وللجناحين، يمكن بيعتمدوا شويه على القوه البدنيه اللي موجوده في وسط الملعب، ولكن اظن ده بقى يقول ان لازم النادي الاهلي، انا بشوف من وجهه نظري لازم يلعب بثلاثه في وسط الملعب، ديانج وحمدي فتحي والسولية على الاقل في بدايه المباراه، يقدر نشوف فريق اوكلاند بشكل كويس جدا. كمان لازم تسال على نفسك المباراه من البدايه وتنزل ضاغط على فريق اوكلاند وتخلص المباراه بالظبط يا كابتن، لابد ان احنا نتعامل معاها زي مباراه الهلال السعودي في كاس العالم اللي فات. اول ما نزلت ضاغط في بدايه المباراه قدرت انك تسجل هدف والثاني، خلاص انت خلصت المباراه، بتخلي الفريق اللي قدامك يخرج بره اللقاء. فريق اوكلاند اكيد بيطلعوا تصريحات، والمدير الفني بيطلع تصريحات ان هو خايف النادي الاهلي، وان هو اكيد يعلم قيمه النادي الاهلي وعد لعيبه النادي الاهلي كمان على الهوا، فده يقول لك ان هو اكيد محضر بشكل كويس، وهي كلها تصريحات ان هو يبين النادي الاهلي الاقوى منه والاكبر منه. اكيد احنا بنتمنى النادي الاهلي يفوز، ولكن ده تنويم، فلازم لازم لازم يتم التركيز ان احنا نفنش المباراه في اول في الشوط الاولاني من اللقاء، بعد كده تقدر بقى يعني تنزل بقى خط هجومك بشكل كبير جدا، ولابد برده ان الجناحين اللي بداوا في اللقاء انا بشوف من وجهه نظري لازم يكونوا عندهم واجبات دفاعيه بشكل كبير جدا، ويقدروا ان هم يقفوا في الكرات الثابته بشكل صحيح، لان فريق اوكلاند سيتي في الركنيات وفي ضربات ثابته اللي حوالين منطقه الجزاء هيكون خطير على النادي الاهلي. فلازم النادي الاهلي اعتقد ان هو الرغبه كمان عند لعيبه النادي الاهلي هتكون كبيره جدا، هم عايزين يعدوا مباراه اوكلاند، لان خلاص هتفتح لك طريق تاني خالص انك انت هتلعب سياتل مباراه وتوصل نصف النهائي، فاكيد مباراه بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا، ولكن فريق اوكلاند لا يستهين به، فريق قوي طبعا. مجدي شايف التشكيل الانسب من وجهه نظرك اللي ممكن يبتدي بيه كولر هذا اللقاء؟ يعني انا بشوف انه طبعا الشناوي عنصر مهم جدا جدا، شايف انه قلب الدفاع يعني الثنائيه اللي كولر بيفضلها محمود متولي ومحمد عبد المنعم لو جاهزين 100% ان شاء الله، وده ان شاء الله باذن الله دول اللي يكونوا قلبين الدفاع، متخيل ان محمد هاني الاستقرار الفني والجاهزيه باذن الله البدنيه زي ما اتقال لنا الفتره اللي فاتت باذن الله من كل التفاصيل عن هاني هو العنصر الاكثر، وعلي معلول خط النص بتفق تماما، احنا ممكن محتاجين نلعب كده، بس ديانج يبقى ليه مهام هجوميه شويه، يعني انا متخيل ان ديانج هو اللي هيجاريهم جدا في النص من بدري. ديانج واخد مهام مع كولر، هما الثلاثه ليهم مهام هجوميه مع كولر، ديانج وحمدي فتحي والسوليه، بس ديانج حلاوته ان هو بيقطع مسافات اطول كتير بالكره في رجله، واحنا مش عايزين ناخده يعني اتفق مع جيمي الثلاثه الثلاثي يكونوا موجودين ديانج وحمدي فتحي والسوليه مع مهام هجوميه واضحه لديانج، لان انت لو عددك اقل قدام، خصوصا ان احنا اجنحتنا عندنا يعني قوه بدنيه في السرعات وكده، بس احنا اجنحتنا مش طويله قوي في الملعب، يعني ممكن يخسروا السرعات البدنيه لو كان عدد المنافس اكتر منك في نص ملعبه. فاحنا محتاجين ديانج لا يبقى دايما في نص ملعب المنافس، او حمدي فتحي على طريقه ماتش الزمالك. الجناحين بشوف انه حسين الشحات واحمد عبد القادر، والاسترايكر انا حابب انه يبدا بشريف دلوقتي، وكهربا يبدا على طول اول الشوط، يعني كهربا يبقى اول عنصر يتم الاستعانه به في البدايه، ده مش توقعي، انا متخيل ان كهربا ممكن يبدا. تختلف معاه في ايه؟ تختلف معاه في خط الهجوم. انا هو قال حسين الشحات، حسين عبد القادر محمد شريف، محمد شريف انا بشوف ان طاهر لازم يبدا في الحته اليمين، بشوف ان طاهر قوي جدا بيقدر يلعب، كمان حسين شحات لعيب قوي جدا في كاس العالم، ودايما بقى ميزه حلوه جدا المدير الفني عنده عرص كتير، بقى عنده النهارده كل الادوات موجوده تحت ايده بالظبط، عارف ان لسه بيقولوا كل واحد تشكيل لان كله بيختلف طبعا بالظبط طبعا، يعني انت لو دلوقتي سالتك هتقول لي تشكيل ثالث لو انا تشكيل رابع، انا وجهه نظري دايما، فكل واحد هتلاقي نفسك في الاخر ايه في 3 4 معروفين ان هم كده كده هيلعبوا، لكن الباقي هتلاقي في تشكيلات مختلفه كتيره جدا بنسمعها كلنا على السوشيال ميديا وفي كل مكان، وكل واحد من الاساتذه النقاد الرياضيين المتخصصين في هذا الامر كل واحد بيقول وجهه نظره وتشكيل مختلف. هنا كابتن الفرقه الفتره اللي فاتت كمان يمكن رجعت بشكل قوي جدا بدنيا، بقت عاليه قوي، دي لازم الناس تبقى مركزه فيها، ان فعلا النادي الاهلي بدنيا الحمد لله بقى قوي جدا في الملعب، بيقدر ان هو من اول دقيقه 90 للدقيقه 90 واجبات كل لعيبه بتتنفس بالحرف، يمكن في واجب بيعمله لعيبه نص الملعب يا كابتن في النادي الاهلي واجب رائع بين السوليه وحمدي وديانج، الثلاثه عندهم تناغم بشكل كبير جدا في الاداء،
حمدي بيمين ناحيه الشمال مع احمد عبد القادر ومعالي معلول الناحيه الثانيه، بنشوف كمان ديانج بيبقى واقف في في في, في القلب، وتلاقي عمرو السوليه بيضغط مع طاهر او مع حسين، والناحيه الثانيه ديانج بيقدر يطلع بالكره بشكل كويس جدا في الاختراق. فالثلاثه بتوع وسط ملعب النادي الاهلي هم اللي عندهم القدره في تحريك كل المسائل. انا بختلف بس في حته الثلاثه اللي قدام، انا بشوف ان طاهر ممكن يبدا بشكل اساسي، هيبقى عنده برده اوبشن بشكل كبير جدا النادي الاهلي. بشوف ان الكهرباء انا بشوفه لازم يبدا بشكل اساسي. شريف رجع يعني باك رائع بشكل كبير جدا مباراه الزمالك، سجل هدفين، ما احلى عوده يعني انك ترجع قدام نادي الزمالك وتسجل هدفين. ولكن بشوف ان الكهرباء الفتره اللي فاتت لازم تستغل ان هو حماسه زايد جدا جدا، عنده احساس كابتن كمان بالمكان رائع، وانت كنت مهاجم وعارف عنده احساس بالمكان، بيقدر كمان في لحظه يعدي واحد على واحد. كمان عبد القادر بشوف انه حل برده يكون مميز جدا في ناحيه الشمال، لان عبد القادر عنده المهاره اللي ممكن تكون مختلفه عن كل لعيبه النادي الاهلي، مختلفه عن كل لعيبه اوكلاند سيتي. الميزه في لعيبه النادي الاهلي انهم عندهم خبرات كاس العالم للانديه بالظبط. الجيل ده كمان لعيبه جديده، يعني كل اللي انتم بتختلفوا عليهم مين يكون موجود من البدايه او كتير. مش موجود اوريدي لعب كاس عالم، فعنده خبرات كتير جدا. كان بيلعبوا مونتيري ولعبوا بالميراس ولعبوا الهلال السعودي، عوده ميرسي تاو برده عوده مهمه بالزبط. جدا تعرف الحل ايه؟ الحل ايه في القصه اللي انتوا عمالين نختلف فيها دي؟ نلعب 15 16 اصل لا لا دي غريبه جدا. استنى يوم الاربعاء الساعه 9 مساء ونستنى نعرف من كولر وخلاص. لا احنا نقول الاسهل لينا. انتوا عندك دكه البدلاء عدد كبير جدا، يعني انت عندك عدد كلهم اساسيين. ده ميزه، يعني خالد عبد الفتاح اثبت وجوده واثبت انه صفقه ناجحه. التمرين ده بالمناسبه النهارده، بس ده قبل ما الدنيا ايه تقلب. بص الدنيا، بص المطره فوق عامل ازاي، معبيه مغيمه. مغيمه يعني مطره كبيره جدا. كنت عايز اقول لك كابتن، في رقمين مهمين جدا الجيل ده عملهم، او يعني رقمين ذوي دلاله. يعني حسين الشحات هو اللاعب الوحيد في تاريخ كاس العالم للانديه، هو رونالدينيو اللي سجل مع ناديين مختلفين، هو رونالدينيو فقط لا غير. حسين الشحات سجل مع العين ومع الاهلي، رونالدينيو سجل مع برشلونه ومع اتلتيكو مينيرو. الرقم الثاني المهم ان الجيل ده في نسخه واحده اللي هي نسخه 2021 الاكثر نسخه لعيبه اكثر عدد لعيبه سجل في نسخه واحده، هو اربع لعيبه في تاريخ كاس العالم للانديه بالنسبه لفريق واحد، او في تاريخ الاهلي يعني، او في تاريخ الاهلي مؤكد في تاريخ، وممكن يبقى الرقم بالتناصف مع ريال مدريد في نسخه واحده اللي هي نسخه اعتقد 2019. ولكن 2021 سجل لنا هاني، سجل لنا ياسر ابراهيم، وسجل لنا احمد عبد القادر، وسجل لنا عمرو السوليه. فده يدل ان اللعيبه دي فعلا زي ما حضرتك قلت يا كابتن عندها خبرات كاس العالم للانديه، ما بتهبش الموقف ده خلاص. كان عندها الاول مشكله دايما مع النادي بتاع امريكا الجنوبيه، بتاع النادي اللي جاي من الاعدادي، وكنا كان الموضوع معقد معاها بقى. يعني احكي لك موقف على بالميراس، كسبناها في الدوحه ركلات الجزاء محمد الشناوي متصدى واخدنا مركز الثالث. قابلناهم في الامارات في السنه اللي بعدها، حجزوا كل التذاكر. خلي بالك احنا داخلين الملعب كان هم لابسين اخضر على ما اتذكر. أيوة. فاحنا داخلين الملعب، احنا شفنا في المباراه الاولى كابتن اسلام، كانت مباراه مونتيري، جماهير النادي الاهلي قافله الملعب، فانت داخل كانك بتلعب في مصر بالظبط. واحنا داخلين انا شايف الجماهير من بره كله لابس اخضر، اتاري من قبل البطوله حجزوا، هم عارفين المكان بتاعهم والحجز والكلام وهيلعبوا يوم ايه، فدخلوا على سيستم الاتحاد الدولي حجزوا كل التذاكر بتاعت الملعب، وطيارات بقى من البرازيل، ما انت اخدت منهم البطوله في الدوحه، فهو بيعوض. فده كانت نقطه فارقه. جه بقى ماتش الهلال، جماهير النادي الاهلي طبعا قافله الملعب. يمكن يا كابتن من افضل ماتشات الاهلي في تاريخه. يعني عايز اقول لك برده في رقم مهم جدا النادي الاهلي، النادي الاهلي اكتر يعني ثالث نادي تحقيقا للفوز في كاس العالم للانديه، عنده 6 فوز. طبعا برشلونه 7، ريال مدريد 10، فانت عندك فرصه انك كمان لو فزت مباراه تبقى تاني نادي وتتخطى برشلونه، فاكيد يعني في ارقام كويسه لسه هتتحقق في البطوله. بس الفرق العالميه يا جيمي عمالين نقول في اسماء انديه تقيله قوي. ده دليل ان النادي الاهلي دايما متواجد. يمكن انا عمري كله بشوف دايما النادي الاهلي موجود في كاس العالم للانديه، موجود، انت طموحك دايما موجود انك بتنافس على كاس العالم للانديه. انت من اول بطوله شارك فيها النادي الاهلي في 2005 انت طموح الجماهير كله عالم اليابان وان هو يحققوا اللقب. كابتن اسلام ايه يا حبيبي، واحنا بنتكلم عن كاس العالم للانديه وبنتكلم عن برشلونه وريال مدريد النهارده، لما بيجي عقد الرعايه والنادي الاهلي يقول انا باخد مليار و2 مليار و3 مليار علشان ما حدش يقول لي اشمعنى الاهلي، طب انا فين، طب انت فين من البطولات العالميه. النهارده الاهلي لما يطلب اي رقم في الرعايه بياخد ان هو راجل يعني صح. ملك الارقام القياسيه، البطولات العالميه، موجود في المحافل الدوليه، فده النهارده بيفتح لك مجالات اخرى علشان ما حدش يرجع ويقول طب اشمعنى الاهلي، طب ليه الاهلي بيجي له بيدوا الاهلي بيدوا الاهلي، طب فين احنا من اهو. لا بص اتفرج على قناه الاهلي وانت تعرف ليه بيدوا الاهلي. كابتن اسلام حضرتك ليك رقم مهم جدا في كاس العالم للانديه. حضرتك خدت في نسخه واحده مع بطلين لعبوا بعض مع اتحاد جده والاهلي، يعني هو خد نص الموسم مع اتحاد جده
كابتن اسلام آه. وبعدين رجع أنا مصر. انا وصلت قبل لعب مع الاهلي والاتحاد الجده لعبوا الاهلي مع بعض بطلين آه. اسيا وافريقيا كان الكابتن بطل في القارتين في نفس النسخ. انا وصلت مع الفرقه لقبل نهائي كاس اسيا مع الاتحاد الجده بس اتحسبت لك اللقب حسب لك اللقب اتحسب لك يعني اتحسب لي طبعا اتحسب لك بالظبط وجيت هنا مع الاهلي خدت افريقيا برده طبعا ساعتها دوري الابطال وخلي بالك احنا كانت الناس كلها متخيله الفتره دي ان احنا هنكسب الاتحاد الجده عادي جدا كابتن انت اللاعب الوحيد على فكره الماتش انت اللاعب الوحيد يا كابتن لا الناس كانت باصه على ليفربول يمكن الناس كانت بتتفرج يمكن نهائي ليفربول وميلان اصل هو الاهلي ساعتها يعني لا يتعادل لا يخسر لا يعني الناس كنا محققين ارقام قياسيه 17 فوز متتالي 51 ماتش بدون هزيمه السنتين دول 71 ماتش بدون هزيمه يعني دوري الابطال كده احنا كمشجعين جات لنا ياس ان الاهلي يعني الاهلي تعادل لا اتعادل دي كنا زعلانين جدا الاهلي تعادل بس بعديها كابتن انت لو تفتكر احمد الفتره دي هم كسبوا اريمبا في نيجيريا وده كان ماتش صعب جدا ليبا كان بطل دوري الابطال ماتشين ورا سنتين ورا بعض قدروا ان هم يكسبوا اسيك واسيك كان صعب جدا في الفتره دي وبعد كده افريقيا ما كانتش فاهمه ايه اللي حصل افريقيا ما يكسبوا بعد كده في الفاينل نجم ساحلي 3-0 في القاهره وده كان ماتش قوي جدا انك تقدر انك تلعب فيه فالناس كلها كانت خلاص مركزه ومفنش الدوري تقريبا بعد 10 ماتشات من بالك اوكلاند دلوقتي يا كابتن 37 ماتش مغلوب ماتشين بس اخر 37 ماتش مغلوب ماتشين ومتعادل ماتشين كسبان 33 من 37 فدي ارقام تخليك تحترم اوكلاند بالظبط يعني نفس السلسله انا ليه مش عارف يا اسامه ويا احمد ويا محمد انا ليه مش عارف هي ليه الناس يعني في البعض وانا متخيل ان ده قد يكون حد معين بيقول كده لانه لا احنا بنحترم كل الفرق وشايفين ان كل الفرق بالذات فريق اوكلاند سيتي ده انا بشوفه واحد من الفرق الجيده جدا 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 فريق متمرس يا كابتن والله ماتش صعب قوي طب وده كلام الكابتن الخطيب النهارده للعيبه ضربه البدايه مهمه جدا صح لما الضربه قدام اوكلاند في 2006 كانت موفقه ساعه ابو تريكا وفلافيو قدر ياخد البرونزيه للاخر ويعمل واحد من اقوى العروض في تاريخ الاهلي لا ده البرونزيه كنت تستطيع ان انت تصل للمباراه النهائيه انت لولا مباراه نصف النهائي دي انتوا خسرتوا يمكن مش بصعوبه انتوا كان في سوء حظ كمان غريب جدا ماتش الكره بترجع الكره تخش جول بتاعت باتو والكره الركنيه لمحمد شوقي جه بدل ما لعبها بدماغه اعتقد ان هي بريدو واصابه الحضري واصابه برده الحضري التغيير فكان في بعض الحاجات اللي هي يعني قبلت النادي الاهلي طيب عشان وقتنا يا كابتن اسلام في فقرتنا يعني بنشكر مجدي ونشكر جيمي لكن قبل بس ما نطلع عايز ارجع بس للامور المحليه جيمي وهو راجل مختص في يعني وملم باحداث اتحاد الكره هتسيبوه كده من غير هتسيبوه من غير اخبار لا يعني. نعرف منه بقى كان نزل بيان الاتحاد المصري لكره القدم قبل كده وقال ان ما فيش نادي هيأيد غير ما يسدد المديونيات اللي عليه صح صح معظم الانديه عليها مديونيات في اللي عليه 5 مليون اللي عليه 6 مليون اللي عليه 10 مليون اللي عليه 80 مليون القيد خلال الفتره القادمه اتحاد الكوره كيف سيتعامل مع هذا الامر بص يا كابتن اتحاد الكوره في بدايه شهر يناير فعلا بعت البيان ده وفعلا مخاطب كل الانديه يا جماعه احنا عاوزين نسدد لان اتحاد الكوره بيبقى اكيد محتاج مداخيله بشكل كبير جدا فعلا بعض الانديه او كان في مقدمته بالنادي الاهلي اعتقد جدول جدول المستحقات هو اتحاد الكوره عمل برده اوبشن الاول كان عاوز الفلوس كلها بعد كده لما الانديه راحت له قالوا له خلاص يعني 25% فوافق على 25% والباقي يتجدول لك كان اول ثلاث انديه الاتحاد مقاولين والنادي الاهلي بعد كده طبعا في لسه نادي الزمالك ما دفعش اعتقد لحد دلوقتي يمكن اخر حاجه كنت وصلت لها النهارده النادي الزمالك لسه ما زال الامر مش واضح حتى وانا كتبتها عندي في الشغل ان لسه الامر مش واضح بالنسبه للنادي الزمالك لان لسه ما فيش مسؤولين من النادي الزمالك خلصوا موضوع المديونيه فطبعا لو انت ما خلصتش المديونيه تعرض لمشكله في حته كود الصفقات بالنسبه بقى الخبر اللي انا عاوز اقوله النهارده في أيوة. قصه بديل مارك كلاتنبرغ ايوه انا قلت يا كابتن الفتره اللي فاتت ان هم عندهم رغبه كبيره الخبير خلاص اجنبي اوروبي تمام. يعني ما فيش ايدي ماي ما فيش كابتن جمال الشريف هو التفكير كله الاوروبي وده اللي قاله الاتحاد المصري وقالوا بيانه بالظبط كده فالنهارده هم قدامهم اربع سيفيهات ودي والله لسه قبل ما ادخل على طول الاربع سيفيهات اسباني انجليزي برتغالي سويسري اربع جنسيات قدامهم اربع اسماء يا رب ما يبقى سويسري وعاوز اقولها والله ما بهزر عايز يا كابتن عشان عارف عايز يا كابتن الاربعه موافقين بس اتحاد الكوره حاطط ثلاث شروط للموضوع ده الاربعه موافقين الاربعه موافقين لن يتاثر اي حد باللي حصل مع كلاتنبرغ بص يا كابتن بقول لك الكلام اللي انا وصلت له لحد دلوقتي لسه اكيد هعرف الاسماء واعرف كل حاجه بس بقول لك الكلام لا انا بتكلم على لان يا كابتن انت عندك عرض مالي كبير جدا انت بتتكلم في 30000 دولار رقم كبير قوي يمكن في الدوري السعودي لا يعني من 30 طبعا ل 40 في ضرايب بتتخصم فانت بتصفصف معاك على 30000 دولار كمان بتسافر في وقت ما تحب ده ايام مارك كلاتنبرغ هم حاطين دلوقتي شرط بقى ان عشان الخبير الجديد مش تفرغ برده بشكل كامل بس ليك وقت مع المحاضرات بس هم يا كابتن بيفكروا في تفكير ان هو يكون في حد مسؤول مصري يمكن الاقرب لحد دلوقتي كابتن محمد فاروق ان هو لا هيعمل خطه واضحه والخطه دي يا كابتن لازم تروح رابطه الانديه مش بس في اتحاد الكوره
وده اللي الرابطه كمان طالباه من اتحاد الكوره. انا عاوز منك خطه واضحه للتحكيم الفتره الجايه، لان الفتره اللي فاتت يا كابتن كان التحكيم متساب خالص للاتحاد المصري لكره القدم، وطبعا الشكاوى كلها بتروح لمين؟ لرابطه الانديه. 18 شكوى، فانت بتتكلم في شكاوى كتير جدا للرابطه. لما راح قعدوا مع الراجل، فالراجل طبعا بقى 18 يعني بقى 18 شكوى دلوقتي. فالموضوع ايه؟ الموضوع اكيد الفتره الجايه هيتحسم، ولكن اللي انا اعرفه انه هيتحسم الحسم الكبير ده خلال فتره قليله جدا جدا، يمكن ايام بسيطه، ويتم التعاقد معاه. نتمنى يا رب كل التوفيق. ويعني الحقيقه احنا في ظهر اتحاد كره القدم خلال الفتره القادمه، لانه بيانات الاتحاد بينزلها خلال هذه الفتره كلنا في ظهره فيها بصراحه. يعني هو البيان بتاع امبارح ده اللي هو بيان توضيح الواضحات، اللي هو يعني انا مش هتشتم يا جماعه، يعني بان انا مش انا مش ينفع اتشتم واسكت. بدايه وخطوه. يعني الحمد لله وصلنا للنقطه دي، وصلنا لنقطه ان اللي سيتم التطاول عليه هياخد حقه. وكان لازم التمسك بلجنه الانضباط المحترمه بالظبط خلال الفتره اللي فاتت، تمسك مرتين ببيانين محترمين. اعتقد كان لازم تقول طبعا المستشار محمد عبد الصالح ان لا، انت لازم تكون موجود في اتحاد الكره المصري. عموما نتمنى يا رب ان احنا نشوف اتحاد كره القدم يقف مع جميع الانديه ويكون عادل ما بين كل الانديه. انا بشكرك جدا يا مجدي، انا بشكرك جدا يا محمد على وجودكم معنا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل لسه عندنا فقره اخيره مع النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير كابتن محمد حشيش، يكونوا في ضيافتنا في الاهلي في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بنجوم الاهلي الكبار كابتن شريف عبد المنعم. نورنا كابتن شريف. نور كابتن اسامه، كابتن اسلام. ازيك كابتن شريف؟ الله عليك. ايه نجم الاهلي الكبير كابتن محمد حشيش، منورنا كابتن حشيش. ربنا يخليك يا اس. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا كابتننا؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. النهارده اسامه عاملين كوكتيل كده، اصل بما ان النهارده الاثنين، قبل بس ما نخش في السؤال مع حضراتكم، لانه بما ان النهارده الاثنين فالناس متعوده تشوف ملك وكتابه. أيوة. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط طبعا. فاحنا ما ينفعش يبقى معانا المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي ونبقى وسايبينهم، خصوصا ان النهارده الاثنين. صحيح. صح ولا مش صح؟ صحيح. بس هي دلوقتي الساعه 12، هم المفروض كانوا بيطلعوا 9. تسعة صح؟ 9. فالنهارده قول الساعه 9 عندهم دلوقتي وخلاص. أيوة. ونطلعهم ويبقوا طبعا يشرفنا ان احنا يكون معانا على الهواء مباشره من المغرب مهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي، طبعا اساتذتنا وكبرنا هنا في القناه. يعني ازيك يا باشمهندس عادل وازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيكم انت وضيوفك الكرام يا اسلام حشيش وشريف، حاجه جميله جدا يعني. نور يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن اسلام والكابتن محمد حشيش والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه حسني وبكل مشاهدي قناه الاهلي، وحشتونا. قولوا لنا بقى وطمنونا ايه الاخبار عندكم، وطمنوا جمهور النادي الاهلي، انتوا موجودين في قلب الحدث دلوقتي في كاس العالم للانديه، يعني انقلوا لنا الصوره اكتر يا باشمهندس يا استاذ ابراهيم. يعني طب انا هسيب ابراهيم كده اصل انا بردان لسه، واخد بالك الدنيا برد جدا جدا يا جماعه جدا، احنا لسه جايين من بره. بقول لك ايه، انت شايف المهندس عادل لابس طاقيه الخواجه صح؟ كل اللبس ده وبردانه يا كابتن عادلي. ابرد عندكم في اليابان يا كابتن عادلي؟ نزلت اشتريتها والله دلوقتي. انت الجو ابرد عندكم؟ دي مش هتخلص مع كابتن شريف اكيد. قلت لك خدني معاك. لا اليابان هم عاملين حسابهم ان الدنيا برد فكانوا بيدفونا، انما هنا ما حدش عامل حسابه على ان الدنيا برد، فاحنا بنسقع فعلا يعني. ربنا يديكم الصحة. أما وإنك أنت يا كابتن إسلام يعني فرضت المقارنة بين هنا وبين اليابان، خليني أسأل المهندس عادلي، لأن إحنا رحنا كل بطولات العالم اللي قبل كده، إيه البطولة دي مختلفة عن البطولات السابقة في إيه، وكواليس البطولة لغاية دلوقتي شايفها إزاي؟ وعايز يا كابتن إسلام كل جماهير الأهلي تعرف من خلال مهندس الصفقات ايه كواليس الصفقه اللي فضلت عالقه بين السماء والارض ديت. أيوه. بدات واحنا في مطار القاهره وانتهت واحنا في مطار ابن بطوطه. يا ريت نشوف مع المهندس عادلي ايه الحكايه اللي حصل وكواليس البطوله لغايه دلوقتي. يعني ابراهيم مفيش فايده فيه، عمال برضه يتصيد وما علينا. لا هبتدي بالاول، الفرق بين هنا وبين اليابان فرق يخصنا احنا، ان احنا في اليابان كنا رايحين تجربة جديدة، وكنا يعني وفي اليابان فكان في حالة من الانبهار، ويعني بنتعرف على عالم جديد مش متعودين عليه. دلوقتي الحمد لله الأهلي تعود على هذا الجو،
ولكن طبعا أول فارق أنك في استضافة دولة عربية استقبلونا استقبال دافئ جدا بشكل رائع يعكس فعلا حب صادق من القلب. ولكن يعني احنا جينا من المطار لتطوان، يعني مش عايز اقول لك، قالوا لنا الاول دور 50-60 كيلو، قطعنا اكتر من ساعتين، وقالوا لنا اصل الموكب ماشي على مهله، انما المهم الدنيا كانت يعني مشوار طويل وبرد جدا. بس اول ما جينا هنا في الفندق اللي احنا فيه بصراحة يا جماعة يعني بقرية صحية، الأوضة مش جناح، ده جناح سوبر سوبر واسعة جدا جدا، والدنيا براحة قوي عندهم، يعني كل حاجة يعني بزيادة شوية يعني من حيث الشياكة والجمال والسعة. يعني الصالون القاعي بيتعمل عندك يا كابتن عدلي يا باشمهندس زي ما كان في الدوحة؟ ده مش صالون، ده استاد القيع، ده الأوضة ما عندهاش استاد القيع دلوقتي الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصر. هو أستاذ إبراهيم هو بيهرب. أنا بس عايز أقول حاجة بمناسبة السؤال. لا أنا هجاوب أصل إبراهيم وإحنا في المطار طبعا كان عملية التواصل مع أمير، كانت الدنيا لسه ما خلصتش، وكنت انا قلقان جدا، والكابتن طبعا كان بيتابعني. بس انا عايز اقول حاجه لان ناس عماله تكتب ومش عارفه طريق شغل الاهلي، اللي يقول لك كده نسى، ومش اللي يقول لك مش محتاجين للصفقه وخدوها عشان كده. اولا احنا ما بنكدش نسى، ولا شايفين النسى اللي احنا بيقولوا ان احنا بنكدهم ولا اي حاجه خالص. احنا بنشوف احتياجاتنا وبنشتغل بخطه. يعني الموضوع بتاع القندوسي ده يمكن بدأ من أول ما لعبناهم في الأدوار الإعدادية قبل المجموعات يعني، وكان ضمن الخطة بتاعتنا أن تؤجل لنهاية الموسم. كل اللي حصل أن تغيير الظروف وتغيير الأولويات ترتب عليه أن الكابتن اجتمع بينا يمكن من حوالي 3 أسابيع، أنا وأمير وواحد الناس اللي اعتمدنا عليهم يعني في المجال كوكيل. وهو واحد هتقول لي اشمعنى وكيل؟ لأنه كان الشرط إن مفيش حد هياخد مليم من النادي الأهلي، اللي عايز يشتغل محبة أهلا وسهلا. وتوزعت الأدوار، اتحددت اللعيبة اللي عايزة تيجي، طبعا كان خالد ومروان، وبعدين ظهر لنا كريستو، وبعدين القندوسي كان الخيار المؤجل. رأينا من الأنسب أنه يجي في التوقيت ده، لأن ما كانش يعني ينفع نستنى لآخر السنة. حسينا بحاجات كتير جدا كان فيها مخاطرة أن احنا ننتظر لآخر السنة. فاللي بيقول أن ده لا، احنا بناخد احتياجاتنا وطبقا لخطة فنية موضوعة الكابتن بيشرف عليها تماما، وأدوار كل واحد فينا كان مكلف بحاجة. والحقيقة أمير عمل مجهود مكوكي، لأنه الراجل التنفيذي في الآخر، يسافر هنا ويرجع يقعد يوم ويرجع تاني يسافر بلد تانية. ولكن الحمد لله في النهاية النهاردة اللاعب يعتبر لاعب في النادي الأهلي بعد وصلت البطاقة بتاعته، وتم قيده النهاردة في قائمة النادي الأهلي. الاهم برضه يا استاذ ابراهيم قبل ما حضرتك بس تتكلم في هذا الامر، الاهم انه الرقم حتى او الارقام اللي الناس بتتكلم فيها هو مش رقم، يعني اولا لعيب صغير، لعيب رائع، لعيب بيلعب في 4 أو في 5 مراكز، وبالتالي انت كسبان من كل النواحي. هو طبعا الارقام بتاعته ارقام مناسبه جدا جدا، وهي دي يعني الارقام المنطقية. أكتر حاجة الأرقام التانية فيها مبالغات وبيقرص عليك نظرا لأنك أنت بتبقى محتاج الحاجة. أيوة. وتدخل الوكلاء بصراحة بيغلي الحاجة جدا جدا، بتزيد عن ضعف ثمنها أو اللي ممكن تخلص بيه. وكان الشرط الأساسي اللي بيننا وبين عبد الحكيم بيسر رئيس النادي أولا السرية وعدم وجود وسطاء،
وهو ده اللي ضمن السريه اكتر. لو في وسطاء كان زمان الاخبار متسربه في كل حته. فالحقيقه الصفقه تمت بما يحقق مصلحه الجميع وبطريقه يعني مناسبه جدا. يعني احنا دفعنا 1,000,000 جنيه على قسطين. مليون دولار. مليون دولار. يا رب الدولار يبقى بجنيه فيه. يعني باذن الله. فقل حسن. يعني مليون دولار على دفعتين 500 و500 بعد شهر 7 الثاني. واللاعب نفسه لا في المعقول جدا جدا. والراجل ما اتكلمش في اي حاجه. حابب يخوض التجربه مع النادي الاهلي ومهتم جدا انه ينجح ومهتم وسعيد جدا بالدفء والحماس اللي شايفه من جماهير النادي الاهلي. وباذن الله يبقى حاجه اضافه قويه. اشكرك. اتفضل يا استاذ ابراهيم. الحقيقه كابتن اسلام تاكيدا على او اضافه للي قاله المهندس عدلي, القيمه في الصفقه دي يا جماعه قيمه الشفافيه المطلقه والنزاهه في المفاوضات. وكمان ضيف عليها او قبلها كمان ده قيمه العلاقات المحترمه جدا للنادي الاهلي وقياداته وكابتن محمود الخطيب مع الجانب الجزائري. الاستاذ عبد الحكيم سرار لما جه مع النادي الوفاق سطيف للقاهره كان في ضيافه النادي الاهلي وتم الترحيب بيه, والراجل شايل ده بشكل كويس جدا جدا جدا, لدرجه انه لما عمل رساله امبارح ياكد فيها ده اثنى جدا على النادي الاهلي وقال لك انا اهلاوي وقندوس اهلاوي والشعب الجزائري معظمه بيحب النادي الاهلي. وهنا تبان قيمه العلاقات المحترمه وقيمه الصوره اللي قيادات النادي الاهلي بيحرصوا عليها مع كل الاشقاء, لان هي دي مصر وهي دي صوره مصر اللي لازم الكل يحافظ عليها. اما الكلام بقى عن كده النساء وكده العيال والكلام ده كله ما اعتقدش ده مطروح باي حال من الاحوال في ذهنيه المفاوضين في من قيادات النادي الاهلي. ده بالنسبه لهذه الصفقه اللي فعلا جمهور الاهلي كان مبسوط منها جدا. وزي ما المهندس عدلي قال لعيب عنده قدرات متنوعه, سنه صغيره, القيمه الماليه نفسها ما هياش عاليه, التقدير بين الجانبين كان كويس جدا. فانا اعتقد صفقه ان شاء الله تعالى تحقق المردود الفني منها باذن الله. كنا اتكلمنا يا كابتن اسلام على الفارق, وانتوا سالتوا ايه الفارق بين البطوله دي واللي فات وصالون القيعي ومش صالون القيعي. صالون القيعي بدا على فكره, والكابتن اسلام الشاطر دلوقتي اللي هو نجم الاستوديو كان نجم خط الدفاع يعني. أوه. في 2005 صح. كنت انت الباك رايت بتاع النادي الاهلي في البطوله صح, وكان صالون القيعي منصوب في اليابان. كنا بنشرب الشاي عند المهندس عادل الجديد ربما مع البطوله دي. بالظبط كنت انت في الحسابات بتاعته. استاذ ابراهيم عايزين نطمن بس منك. كابتن اسامه حسني كان نجم الصالون الاخير طبعا, لكن افتقدناه وان شاء الله نشوفه في البطوله. الحقيقه يا كابتن اسلام الجديد فيها انك انت المره دي جاي ما انتش بطل. انت كل مره شاركت في البطوله في المرات اللي فاتت كنت بتشارك وانت بطل افريقيا. المره دي انت وصيف البطل وبتمثل او مندوبا عن الدوله المنظمه, فبالتالي اتفرض عليك ان انت لازم تلعب المباراه الافتتاحيه مع اوكلاند سيتي كمباراه تمهيديه لدخول البطوله, لان ما كانش بيلعب الدور ده قبل كده. لكن ان شاء الله تعالى يجتازه ويدخل في الدور الاول الرسمي ان شاء الله. النهارده استاذ ابراهيم كان في اجتماع كابتن محمود الخطيب مع لاعبي النادي الاهلي, اكد فيه على ضربه البدايه. الناس اللي كانت بتردد وتقول ان مباراه اوكلاند سيتي مباراه سهله مضمونه النادي الاهلي, لكن النهارده الكابتن محمود الخطيب كان يعني كان اجتماع مهم علشان يؤكد على اهميه اللقاء وضربه البدايه لازم تكون قويه مقابل لاعب النادي الاهلي. ده بالفعل يا كابتن اسامه. الحقيقه الاجتماع الصبح النهارده للكابتن مع اللعيبه والجهاز الفني كان جرس بدايه, يعني جرس الحصه اللي ضرب فعلا, بدا يحط الناس كلها في المود بتاع البطوله في تركيز البطوله. وده ظهر حتى بعد الاجتماع عليهم على طول انه الكل بدا يخش في اجواء البطوله. حذرهم بشكل اساسي من الفريق النيوزيلندي, لانه لو انت بصيت على نتائج اوكلاند قبل كده ممكن يصيبك شيء من الاسترخاء والاطمئنان, لانه الفريق ده دايما لما بيجي ضيف خفيف على البطوله بيلعب مباراه ويروح على طول.
تقريبا ما بيلحقش يفك الشنط بتاعته، لكن المرة دي قال لهم الفريق مختلف. كولر كمان بيركز على انه الفريق مختلف، دعم فرقته بصفقات كويسة، عنده عناصر كويسة، عنده استعداد كويس. الفريق ده عمل معسكر في برشلونة قبل ما يجي على المغرب على طول. عايز اقول لكم انه احنا في مدينة في شمال المغرب، تطوان ثم طنجة، هنكون ابعد عن اقرب مدينة اسبانية بخمسين ستين كيلو فقط. فانت تقريبا في الاجواء الاسبانية من حيث الطقس ومن حيث حتى يمكن كنت انا والمهندس عادل النهارده في جوله في تطوان، الطراز المعماري والشكل العام فعلا اسباني، اللمسه الاسبانيه واضحه جدا على المعالم حتى على المعمار بتاعهم. فانت بتتكلم على فريق جاي عمل معسكر في برشلونه، اتعادل مع برشلونه به، استعد كويس قوي للبطوله، وجاي عنده حماس، كلام مدربه وكلام لعيبته انه لا عايزين المره دي تختلف عن كل مره. علشان كده اعتقد كان كلام الكابتن الخطيب مع اللعيبه النهارده فيه تحذير شديد، وحب يحطهم في المود او في التركيز الخاص بالبطوله. انا بس عايز اضيف حاجه يا كابتن عادل على اوكلاند سيتي. عايز بس اسال سؤال محمد حيش معاك. اي يا حبيبي. يعني عايزين نطمن على توقعات الارصاد بالنسبه ليوم الاربعاء في مطر، عشان برضو احنا يعني موضوع المطر ده يعني يمكن ما بنلعبش تحت المطر كتير. يعني هو النهارده امبارح ما كانش فيه مطر، النهارده من بالليل كان فيه امطار ومستمره متقطعه يعني، بس بيحصل بس ماشي الامطار السيول يعني. انما الجو اللي ابوخ من المطر ان في رياح شديده جدا. نرجو ان دي تكون نوه يعني على ميعاد الماتش بعد بكره، تكون الاجواء هديت شويه، لان هم هنا حتى بيقولوا يعني الطقس ده مش معتادين عليه، هو زياده عن اللزوم شويه اليومين دول، يبدو انه بيرحب الطقس بيرحب بينا بس. فلا في الملعب جدا، ارضيه الملعب تقيله ولا ممتازة. عايز اقول لك يا كابتن، لاعيبة الاهلي مبسوطة جدا من ارضية الملعب، بس ده ملعب تدريب. احنا لغاية دلوقتي استاد اللي بنتمرن عليه، ودي معلومة تاريخية الحقيقة مثيرة جدا، لانه استاد سنية الرمل ده في تطوان، تطوان لغاية هي والشمال المغربي يا كابتن كانت لغاية سنة 56 تحت الاحتلال الاسباني. فكانت تطوان المدينة اللي احنا معسكرين فيها دلوقتي فيها فريق اسمه أتلتيكو تطوان. الفريق ده في موسم 51-52 صعد للدوري الأسباني، لعب سنة كاملة في الليجا الأسبانية. ريال مدريد وبرشلونة جم لعبوا على الملعب اللي الأهلي بيتمرن عليه في موسم 52، وبعدين الفريق هبط وحصل استقلال طبعا لتطوان في 56 والشمال المغربي، ما عدا مدينه سبته فقط ومليله اللي فضلوا ما زالوا تحت الاحتلال الاسباني. ارضيه الملعب هايله جدا، بس مش ده الملعب اللي هيلعب عليه. الاهلي هينتقل بكره ان شاء الله الى طنجه، هيبات في طنجه، المباراه يوم الاربعاء في الاستاد الرئيسي في طنجه. الكل بيتكلم على انه استاد هو رخر مبهر جدا، باذن الله يكون ارضيته في المستوى ده. كابتن عادل، لكن عايز اضيف ان مفيش تدريب على استاد طنجه. كابتن عادل، حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي عن علاقه الاهلي مع وفاق الصطيف، علاقه الكابتن محمود الخطيب مع الكابتن عبد الحكيم سرار، علاقه طيبه. بنتكلم مصر والجزائر، كلمنا برضو عن العلاقه دلوقتي ما بين الاستقبال كمان يعني المغربي من قبل المغرب لبعثه النادي الاهلي، التواصل الدائم يعني. انا بس عايز اقول لكم حاجه، استقبال اكثر من رائع. عايز اقول لكم حاجه بس بجد يا جماعه، اتفضل. يعني يا بخت النادي الاهلي برجاله، وبخت رجال الاهلي بناديهم. الناس بتستقبل النادي الاهلي بشكل عام يعني كنادي اهلي له مكانه خاصه عند الناس، فما بالك لما يكون رئيسه يعني من قامات الكره واساطيرها الافريقيه. كانوا سعداء جدا بالكابتن الخطيب وطريقه استقباله والبشاشه والحفاوه وطريقه الحديث والتطرق الى يعني تشعر انه عيله واسره. بسرعه كده يعني حصل نوع من الاندماج والذوبان مع بعضينا، وبنتعامل كاصدقاء. وعلى فكره هنا كل الناس بتتعامل معانا يقول لك مصر هي يعني لا دي قلب العروبه النبض. والله واحد النهارده بيقول لي من غير مصر المنطقه دي تعمل ايه؟
فيعني مقدرين مصر، مقدرين رموزها، مقدرين رجالها، مقدرين دورها القيادي. ويعني احنا يا جماعه احنا غاليين عند الناس قوي، ولازم نستثمر دي ونكمل عليها بدل ما نصدر صور سلبيه. لا، انا الاوان بقى نستثمر في العلاقات الطيبه و يعني الاسلوب الرياضي الراقي. يا كابتن عدلي الحقيقه برضه يا كابتن اسامه، كابتن عدلي كابتن شريف عبد المنعم هيقول لكم على حاجه، اتفضل يا كابتن شريف. اه يا حبيبي. بالنسبه ان انتوا غاليين عند الناس كلها، فانا احد اصدقائي من اسبانيا وفرنسا، ناس هنا وناس هنا، يعني في جماهير كتير جايه لكم، في طيارات طالعه لكم من بكره، في طياره طالعه من باريس، وفي طياره جايه من اسبانيا. مؤكد ان اصدقائك؟ اصدقائي طبعا، ما عنديش كمان انا مش من مصر اصلا. طبعا اصلا انا مش من مصر، انا من بلدنا الثانيه. قالوا لنا الجماهير في طنجة بيحبوا الاهلي جدا. الناس دي بتحبكم جدا وجايين لكم، وهتلاقي حفاوه كبيره طبعا عندكم، ومن الناس برضو اللي هي بتحب النادي الاهلي. ربنا يزيد يديم الحب في كل مكان. كابتن شريف الحقيقه كابتن شريف، يمكن الكابتن اسلام يتذكر ده، كان في جمهور الاهلي بيسافر ورا الفرقه اليابان حقيقة. وكابتن اسامه حسني عندك يتذكر البطولتين اللي فاتوا جماهير الاهلي في ابو ظبي او في الدوحه، البطولتين الحقيقه ما كانوش بيسيبوا الفرقه ابدا. متوقع طبعا هتلاقي في جماهير كتيره جايه على طنجة ان شاء الله لمسانده الاهلي. لكن تاكيدا على كلام الكابتن اسامه في العلاقات الاهلي، يا جماعه السفير الرياضي النموذجي لمصر بجد، السفير المصري في المغرب السفير ياسر ابراهيم، كان حصل حاضر هو وقيادات السفاره للترحيب بالنادي الاهلي. السيد فوزي لقجع رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم اتصل بالكابتن محمود الخطيب ورحب بيه وابدى استعداده لتقديم كل التسهيلات للاهلي من قبل اتحاد الكره المغربي. اللي كمان فوزي لقجع اوفد مندوب عنه كان على راس مستقبل البعثه في مطار ابن بطوطه عند وصولها. ما يلقاه النادي الاهلي والصوره اللي بيحرص عليها النادي الاهلي، طيب كلام الناس على النادي الاهلي استاذ ابراهيم معلش عشان الموضوع ده مهم جدا، ياكد لك قد ايه النادي الاهلي النموذج الحضاري المشرف. هرجع اكمل مع حضراتكم مباشره ومع المهندس عدلي القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم. موجود طبعا معانا هنا في الاستوديو الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، ومن المغرب وعلى الهواء مباشره المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. الحقيقه وكلام هام جدا فيما يخص وجود النادي الاهلي في كاس العالم في الانديه. استاذ ابراهيم، حضرتك كنت بتتكلم عن علاقات كبيرة جدا ومهمة جدا ما بين الأستاذ فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي والكابتن محمود الخطيب. والله يا كابتن إسلام، زي ما يكون فعلا هي الظروف بتيجي علشان تبين قيمة السفير الرياضي اللي بيشرف بلده بجد. لما تشوف المردود اللي عند الجامعة الملكية المغربية وتقديرهم للنادي الأهلي واستمرارهم في التواصل مع الكابتن الخطيب واستعدادهم باستمرار وترحيبهم بتقديم أي مساعدات، محدش بيأثر أبدا. ولما تربط ده كمان في نفس الوقت بكل مصادر من الجانب الجزائري الشقيق والأستاذ عبد الحكيم سرار والمدير النادي إبراهيم العرجاني، شوف قد إيه هم تقديرهم للنادي الاهلي واحترامهم للكابتن الخطيب وحرصهم على تلبيه اي حاجه النادي الاهلي عايزها وامتنانهم بالعلاقه مع الكابتن الخطيب ومع النادي الاهلي، تعرف قيمه النموذج الرياضي المشرف، وتعرف يعني ايه قوه ناعمه خارجيه، وتعرف يعني ايه النادي الاهلي في البعد الحضاري التاريخي اللي بيحرص عنه او عليه دايما في تنميه علاقاته مع الاشقاء العرب. المساله فيها قدر عالي جدا من الاحترام، من الوقار، من التقدير، من السعادة بوجودنا. الناس هنا كلهم تعرف ان احنا هنطلع بكرة ان شاء الله تعالى بعد التمرين هنسافر طنجة. نعم. بإذن الله تعالى الأهلي لو كسب في مباراة الأربعة مع أوكلاند هيرجع لنفس الفندق في تطوان يقعد يومين لغاية لمباراة السبت اللي المفروض هتبقى مع سياتل الأمريكي ان شاء الله تعالى يكون الأهلي اللي هيديه. الناس اللي في الفندق هنا اللي احنا فيه كلهم عمالين يدعوا يقول لك عشان ترجعوا لنا تاني، احنا عايزينكم ترجعوا لنا تاني. هو ده تأثير النادي الأهلي وهي دي بصمته وهو ده الانطباع اللي بيسيبه مع كل الأشقاء الحقيقة.
مهندس عدلي، قبل بس عايز اخد من حضراتكم كلمتين، وهاخد من حضرتك كلمه باشمهندس عدلي فيما يخص اول قعده بيني وبين حضرتك واحنا بنمضي العقد. قلت له اسلام مش كل حاجه الفلوس، احنا عندنا في النادي الاهلي دايما بننظر للمجد. هنا انا بسال او بقول لحضرتك الموقف ده ليه، وهاخد تعليق حضرتك وتعليق الاستاذ ابراهيم لو سمحت في هذا الامر. بعد البيان اللي نزله النادي الاهلي النهارده فيما يخص كابتن محمد الشناوي، وان هو ضحى للنادي في سبيل وجوده في النادي الاهلي وفي سبيل حبه لجمهور النادي الاهلي بناديين كبيرين ومبالغ ماليه طائله على حسب البيان، ما هو كان كاتب يعني. فهناك من يرى مصلحته في المجد وحب الجمهور، وهناك من يرى مصلحته في المبالغ المالية. باخد تعليق من حضراتكم في هذا الأمر. شوف يا أنا هقول لك حاجة يا كابتن إسلام. لما بنقول مش كل حاجة الفلوس، مش معناها إن الفلوس مش مهمة، ولكن عندما تحصل على مبلغ مقنع يبقى المجد أهم من أي زيادة عن هذا المبلغ المقنع. نعم. لأن أنت وأنت بتاخد يعني النهاردة مثلاً لما تشوف الكابتن الشناوي الكلمتين دول والموقف اللي قاله من الكابتن الخطيب واللي حكاه بالنسبة للكابتن الشناوي مردودهم عند الملايين من الجماهير ايه؟ مؤكد محبة وثقة واستعداد لا نهائي للمساندة، وهتنعكس عليه ماديا صدقني. حب الناس يا استاذ اسلام، يا كابتن اسلام، انتوا عارفين ان حب اسلام ده حب اسلام طبعا حب الناس يعني شايف انت ساكن قلبه ازاي يا طبعا ده هو استاذي في كل شيء. انا عمال اتذكر القعده اللي بيني وبينه ماذكرش القعده اللي بيني، عمال اتذكر القعده وهو اصلي ونكشني في حاجه الفلوس والمجد. طب انت خدت فلوس وما خدتش مجد، ساعة ما تبطل ولا حد هيفتكرك، لكن المجد هو اللي بيخليك تعيش في قلوب الناس المواقف دي اللي بتكبرك واللي بتستثمرها في حياتك على فكرة وفي أولادك وأسرتك. حب الناس ده رصيد هائل جدا جدا، مش بس في البنوك وفي القلوب. الحياة الموقف بتاع كابتن محمد الشناوي، كابتن إسلام، كابتن أسامة، الكابتن الخطيب كان قاعد معاه على الطياره واحنا جايين، ولما حدش عرف اي حاجه لغايه لما الكابتن سيد عبد الحفيظ وجه التحيه للشناوي وكشف على انه فعلا الكابتن الخطيب كان اتكلم معاه محمد الشناوي، وكان جاي له عرضين كبار جدا فعلا. العرض حتى السعودي كان بقيمه ماليه مغريه جدا. لكن انت بص على اللاعب الكبير لما يحس ان النادي محتاجه، وفي توقيت مهم جدا، انت بتتكلم في يناير، يعني الشناوي لو كان قال عايز اروح وتوافق له ما كانش هيلعب البطوله، لان انت البطوله ما بين القيد وعدم القيد، يعني بتتكلم البطوله تبدا يوم واحد والقيد يقفل يوم 31، فكان هيبقى اوت ويحطك في مشكله كبيره جدا. لكن على قدر الاغراء الكبير اللي جه للشناوي كان على قد تضحيته واثبات انتمائه، عشان كده اعتقد استحق تحيه الكابتن الخطيب واستحق اشاده مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي وجه له التحيه، لانه رفض العرض الانجليزي ورفض العرض السعودي بمجرد ما الكابتن الخطيب قال له الاهلي محتاجك يا محمد والتوقيت مش مناسب ابدا، والفريق عنده بطولات وعنده ارتباطات كتيره وانت كابتن الفريق وحارس كبير، فالوقت مش مناسب بالمره. الحقيقه المساله واضح انها ما استغرقتش دقائق، اثبت من خلالها الشناوي قد ايه هو لاعب كبير وقد ايه هو منتمي وقد ايه بيقدم النموذج لغيره من اللعيبه في الحقيقه. استاذ ابراهيم، عايز اقول حاجه برضو يعني اخد رايكم فيها. طبعا النادي الاهلي المشاركه التامنه، وده يمكن اكتر نادي اشترك في البطوله، 3 برونزيه، فطبعا من المصنفين في البطوله. فعايزين نعرف الراي الفني بقى بتاع الصحافه المغربيه بتتكلم على البطولة بقى والمرشحين مين يعني؟ الحقيقة الإعلام المغربي كله عنده تقدير جدا لوجود الأهلي معاهم. كل ما أكلم صديق من الأصدقاء الصحفيين المغاربة تلاقي باستمرار مهتمين جدا إن النادي الأهلي يكون موجود معاهم. البعض كان بيعتقد إنه
المناوشات واللي حصلت في نهائي دوري ابطال افريقيا مع الوداد ان ممكن تكون سايبه اثر. بالعكس انا شفت ان هي جايبه او سايبه اثر ايجابي. الاعلام المغربي كله مقدر ان النادي الاهلي خسر فرصه احراز دوري الابطال لانه لعب المباراه من او لعب الدور النهائي من مباراه واحده هنا في المغرب. ده بيخليهم عندهم تقدير كبير للنادي الاهلي وعندهم كمان سعاده انه استضافتهم للبطوله هي اللي ادت الفرصه الاستثنائيه للنادي الاهلي انه يجي يشارك في البطوله برغم ان هو ما هوش بطل افريقيا. الاعلام المغربي شايف انه الاهلي عنده قدره على اجتياز اوكلاند سيتي. النهارده كان عندي مقابله مطوله شويه مع راديو المغرب كانوا بيتكلموا بشيء من الثقه في ان الاهلي هيقدر يعدي وانا كنت باكد لهم ان الاهلي ثقافته ما بيشويش السمكه قبل ما يصطادها ابدا. حاولوا يستدرجوني للكلام على ريال مدريد وعلى سياتل الامريكي قلت لهم الاهلي ما بيفكرش كده يا جماعه خالص. الاهلي لا يمكن هيفكر حتى في مواجهه سياتل الامريكي قبل ما هيجتاز الفريق النيوزيلندي وبالتالي كل تركيزه مع فريق اوكلاند. طبعا عندهم اعتقاد انه المساله سهله بقول لهم لا اوكلاند ما هوش الفريق السهل زي كل مره وانا اعتقد جزء من اسباب تفوق النادي الاهلي في البطوله دي باستمرار انه بيديها احترام شديد جدا وبيقدر اي منافس. الاهلي دفع الثمن غالي لو تتذكر يا كابتن اسلام في 2005 لما سافر طبعاً للبطوله وما كانش مديها التركيز الكافي مع المنافسين خسر من اتحاد جده وخرج بدري. ان شاء الله يبقى يعني انا عايز اضيف بس حاجه يا جماعه اوكلاند واحنا بنلعبه حتى هو يمتاز بالقوه والسرعه واللياقه البدنيه الفائقه والنوع ده من الفرق بيرهق اي فريق واحنا بالذات يعني الفرق يعني اللي ايقاعها اكثر بطئا او فيها فنيات اعلى بتريحنا يعني احنا بنلعب مع فرق جنوب امريكا او امريكا الجنوبيه بنعرف نؤدي معاها بشكل فيه نديه يعني الفرق اللي فيها لياقه وسرعه محتاجه انتباه لان في لحظه واحده ممكن تبص تلاقي يعني راح منك الماتش. لكن مستر كولر قاعد عامل معسكر وبيذاكر وبيتفرج بتركيز شديد جدا وربنا وفقه انه يقدر يلاقي الاسلوب المناسب اللي يواجه بيه يعني الفريق اللي انا اتوقع هيكون متعب في ارض الملعب. اخيرا يا كابتن عادل هتشوف المباراه في الملعب ولا هتستنى النتيجه كالعاده؟ لا 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 هروح بقى. انا النهارده كنت بزنقه في الحكايه دي وقلت له مش هسيبك باذن الله. ما ينفعش خلاص ما ان شاء الله ربنا يوفق لاعبي النادي الاهلي يوم الاربعاء القادم. حب شجاعه كده وهروح سيتي ان شاء الله. كابتن انا عايز كمان عايز اشكر كتيبه قناه الاهلي الحقيقه الزميلين محمد دكرور ومحمد عويضه باذلين مجهود كبير جدا علشان يخلونا معاكم على الهواء فليهم التحيه والشكر الحقيقه. واحنا بنشكركم كمان شكرا جزيلا كريم احمد طبعا المراسل اللي بيقدم رسائله اليوميه واحنا بنشكركم شكرا جزيلا مهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم منيسي كانوا معانا من قلب الحدث المغرب وغطوا تغطيه يعني اكثر من رائعه وحطوا كل جماهير النادي الاهلي في الصوره. نرجع بقى لضيوفنا كابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش. يا كابتن شريف مستعد ولا ايه؟ مكانه كبيره طبعا مكانه كبيره للنادي الاهلي ورموزها واجهه مشرفه لمصر كلها الحقيقه وتواجدنا في مونديال كاس العالم حاله جميله للمونديال نفسه زي ما حشيش سالوا الصحافه اخبارها ايه من الموقف الاهلي ووجوده في المونديال بيسري حاله جميله جدا. انا وريت حشيش دلوقتي رسائل نازله علينا وريتنا في الفاصل من فرنسا ومن كل الدنيا فعلا احنا رايحين وفعلا في ناس كتير قوي هيكونوا حابين ان هم يكونوا متواجدين في المغرب مع النادي الاهلي اللي هم بيحبوه وبيحترموه وبيتمنوا له كل الخير. زي ما كابتن عدلي قال احنا هنلاعب فريق قوي جدا وفريق عنده سرعات جامده جدا ومحتاجين من الذكاء كيف تتعامل في هذه المباريات من الناحيه الفنيه يعني. ولكن الحمد لله احنا دلوقتي اعتقد ان جماهير الاهلي وكلنا مطمنين شويه للسكواد الكبير اللي اتحقق على ايد مجلس اداره النادي الاهلي والشكل اللي احنا نقدر نقابل بيه الفرق الكبيره واحنا فرقه كبيره بما لا شك فيه. احنا من اكتر الناس اللي كان لينا اشتراكا في
المونديال كاس العالم للانديه. ف كل التوفيق. مفيش حد زي ما انت شايف من القناه هنا او من هناك او من اي حته او لحد النهارده الناس بتشتغل على ان هم يطمنوا جماهير النادي الاهلي ان كل حاجه ماشيه تمام. كل اللي انت بتحتاجه بس التوفيق في اول مباراه. اتوقع يوم المباراه الحقيقه لانه ده برضو مش معنى الكلام اللي احنا عاملين نتكلم فيه ده ان احنا شايفين ان المباراه مش سهله. لا بالعكس مش حاجة طبعا مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت يا كابتن حشيش ربنا سبحانه طبعا، لكن في النهايه انت النادي الاهلي طبعا، هتخش بثقه النادي الاهلي عندك فريق بتلعب فريق قوي، بتلعب فريق عنده مجموعه مهارات، وهتشوفوا الكلام ده على ارض الملعب عند مجموعه مهارات كويسه جدا، ايضا من الناحيه البدنيه كويس جدا، ولكن انت بتلعب باسم النادي الاهلي، بتلعب باسم بطل افريقيا، بتلعب باسم النادي الاهلي بطل القرن الافريقي، حاجات كتيره جدا. هتبقى مباراه قويه من هي الطرق. هي دي المسؤوليه الكبيره. مسؤوليه النادي الاهلي يعني، والمسؤوليه على اللعيبه والجهاز طبعا، ان انت رايح انت بطل افريقيا والممثل الشبه دائم في البطوله دي، يعني عدد مشاركات كتير جدا وبرونزيه 3 مرات، فانت عامل ارقام وعامل نتائج كويسه، فانت اسمك كبير في وسط الفرق اللي موجوده، بتلعب فريق مش اللي لعبته من 2006 دي فرقه كبيره، معاهم مدرب مستعد كمان، استعداد كويس، معاهم مدرب اسباني كره اسبانيه وديه مع برشلونه، واستعداد قوي برشلونه بي طبعا برشلونه بي اللي هو الفريق الامل يعتبر بالزبط. يعني متوسط اعمار صغير، بيجروا في قوه في سرعه، عندهم استعداد قوي لانهم عارفين برضو هيلعبوا مين، النادي الاهلي. فطبعا من هنا تيجي مسؤوليه كبيره على عاتق لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله يبقوا قد المسؤوليه ويعملوا مباراه كويسه، ويحطوا بقى يعني في دماغهم طبعا الكلام اللي احنا قلناه مع الفرحه اللي ان شاء الله يولدوها للجمهور النادي الاهلي سواء في مصر او سواء زي ما الشيخ بيقول للناس اللي جايه من فرنسا واسبانيا والمصريين اكيد اللي موجودين في المغرب. ان شاء الله باذن الله نروح لابعد مدى. دايما الاهلي عنده طموح، طموح الابطال ان هو بيكسر اي انجاز عمله بانجاز احسن، وعشان كده ان شاء الله باذن الله يعني الناس تكون على قد المسؤوليه، الناس تبقى مركزه في المباراه، في قوه في ضغط في حماس مع هدوء اعصاب، ان شاء الله باذن الله نجتزل المباراه يعني الاولانيه والثانيه ونكمل يعني ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن شريف لو مكان كولر ايه التشكيل الانسب اللي شايفه يبتدي المباراه دي؟ هنلعب 4-3-3. طلع لي كولر اللي جواك بقى. عندي نص ملعب هستغله. انت هتبتدي بنص ملعب على طول ولا ما هو مش في حراسه مرمى الاول؟ ثاني معنى. طيب ماشي. حراسه مرمى المفروغ منها. مفيش باك ليفت المفروغ منه. لا عايز اسمع منه. لا عندنا نص ملعب اساسي الحكايه كلها. عندك سولية وحمدي فتحي وديانج دول. يعني شايف الأساس. هو ده اساس المباراه. اساس اوكلاند سيتي يعني اساس مباراه اوكلاند سيتي. انت كل اللي يعني مش عشان كل اللي انا بتمناه الكاونتر اتاك بتاعنا يبقى على مدى سريع جدا، وتقدر بالاجناب اللي انت بتطلع بيها اذا كان معلول او هاني، واذا كان وجود كهربا ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر او حسين الشحات ناحيه نقل الكره كويس. انت الحاله اللي بتمتص فيها الكره بتضيق على فريق اوكلاند سيتي من السرعات اللي هم بيعملها دول، ده مفروغ منها. انما انت عشان تنقل الكوره بسرعه فعندك حريه تحرك دلوقتي بالنسبه للعيبه معينه ومميزه دلوقتي في الفريق، عايزين نستغل الحاله اللي هم فيها زي حمدي فتحي مثلا، زي سولية، وفي مميزات دلوقتي للفريق كله بيستغلها، الضربات الثابته، تصويب طبعا، دي حاجات كلها خصوصا في الميه سواء دفاعيه او هجوميه، هما برضو مميزين في الكرات الثابته. ما يعني احنا عندنا برضو لو في مطر في الملعب انت عندك لعيبه بتشوط كويس جدا، عندك لعيبه عندها احساس دلوقتي بالمكان في منطقه الجزاء زي كهربا مثلا. الناس بتتكلم هل يبتدي بكهربا ولا ما يبتديش، يستغل طب ما تقول لنا يعني النهارده ما شاء الله كهربا متالق، عوده قويه، محمد شريف عوده للتهديف، معنويات انا بشوف يا اسامه لو انت الاتنين. مكان كولر انا بشوف الاثنين. انت عايز تبتدي بالاثنين مره واحده؟ بيلعب والله أنا بيحب على طول. انا بلعب نوكاوت يعني الماتش ده، فانا على طول بستغل وجود كهربا كان بيلعب على الطرف على طول يا اسلام، ما بيبتديش هو كراس حربه زي ما عمل في المباراتين اللي لعبهم وكان موفق فيهم. فانا كان حشيش بيسالني قبل البرنامج
قلت له لا انا احب بكهربا ناحيه الشمال ومحمد شريف مثلا وطاهر او حسين الشحات. ده هيديك احساس او امل وانت بتلعب ان في اي وقت الكره هتحتبقى معاك هيبقى في نوعيه لعيبه تقدر تترجم تقدر تهدد تقدر يكون ليك موجود. مش انا بتكلم بمعنى ان احنا على طول هنبقى مضغوطين لا احنا بنلعب السيفتي والسيفتي ده في ال 90 دقيقه اللي هي موجوده ان انا اطلع سليم من المباراه حتى لو كان في اكسترا تايم وروحنا نقدر نصطاد المكسب ازاي يبقى بالفرديات اللي موجوده عندك بالامكانيات بالثقه. انا اثق في نفسي اثق في شخصيتي في الملعب. انا بتفرج دلوقتي على حسين الشحات حشيش وهو بيقف على كورته كويس قوي عنده رؤيه كويسه قوي ازاي يبعت الكوره زي كاي اسلام كان مميز قبل يعدي خط النص يروح عامل كوره بالعرض الواحد بيطلع لاسامه مثلا حسني او لبلال او 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 لناس اللي كانت بتلعب او متعب انا ما اعرفش كان مين كلهم كل دول كانوا معاك فرقتك فهو ده كانت الرؤيه دايما انا ببص ازاي اروح اجيب جول ده اللي عصب ماتش الزمالك مرتين ثلاثه عملها حسين الشحات وتوفقت في واحده وكان بيكمل تقابلها كويس قوي حمدي فتحي نص الملعب زمان الناس كلها قالت ان كولر قال لحمدي فتحي انت تلعب في الحته دي لا احنا كلاعيبه كره هو ادى حريه التحرك لحمدي فتحي اللي انا بطلب منه كمان ادام عنده الحاله البدنيه انه يقدر يروح ويجي ويعملها اسلام فده مفتاح من المفاتيح الكبيره قوي بجانب ديانج في الحاله البدنيه بتاعته اللي بيامن لك وبيخلي حريه السوليه عشان كده قلت لك نص ملعبي نص ملعبي طول ما هو الكره الثانيه بتقدر تاخدها اذا اي حد بيلعب قدام وعندك لعيبه ذو مواهب جامده جدا وبيحبوا الكره بيحبوا الجون يعني حتى عبد القادر حسين الشحات حمدي فتحي بيكمل كمان حمدي فتحي سوليه بيكمل لا محمد شريف دي لعيبه بتحب الجول بتحب تحط الكره في الجول وعندنا الجول العظيم بتاعنا يعني بنشكره على الموقف الجميل اللي هو عمله محمد شناوي ما بيحبش الكره تخش الجول احنا عندنا ناس بتجيب جول وناس بتكره ان يكون فيها جول نتمنى التوفيق ليهم يعني في طيب كابتن حشيش برضو مهم جدا واحنا بنتكلم عن الناحيه الفنيه اهم ما يميز فريق اوكلاند سيتي القوه البدنيه القوه الجسمانيه العضليه بيلعبوا معاه مدير فني اسباني فبالتالي هو من 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 مقاطعه او من برشلونه نفسها وبالتالي هو بيحب طريقه لعب التيكي تاكا بيبدا من تحت ودي طريقه لعبهم خلال الفتره الاخيره او خلال او منذ توليه الاداره الفنيه وبالتالي انت هتقابل فريق قوي بدنيا في نفس الوقت بيعرف يلعب كره من تحت او البيلت اب بتاعه صحيح. جيد من البدايه من بدايه حارس المرمى وحتى النهايه فبالتالي كيف يمكن ان انت تجابه هذا الامر من خلال ان انت تقدر تجيب اجوان يعني قول لنا على الاطراف من وسط الملعب كرات ثابته مش هتعمل ايه هو طبعا المدرسه الاسبانيه معروفه الاستحواذ ونقل الكوره بسرعه من الشمال لليمين يعمل خلخال لغايه ما الاقي ثغره ويقدر يخترق بها الدفاع الخصم فرقه طبعا زي ما قلنا متوسط اعمار صغير فبالتالي هيبقى في كميات جري كتيره جدا جدا في قوه بدنيه في سرعه انا ما اعرفش طبعا كولر هيلعب بانهي طريقه وانا حتى كمان بالنسبه لسؤال اسامه بتاع التشكيل انا ما بدقش قوي على يعني الاسماء لان مفترض ان دلوقتي النادي الاهلي ال 23 لعيب يقدروا يلعبوا ويؤدوا بنفس بنفس الاجاده يعني او بنفس المستوى هو على حسب الطريقه اللي هيلعب بيها هيضغط من قدام ولا هيستنى يسيب لهم الاستحواذ ويلعب على المساحات الفاضيه لان انت برضو عندك سرعات هم عندهم سرعات انت عندك سرعات فممكن او تسيب له الاستحواذ في نص الملعب وبالتالي الديفنس بتاعه هيكمل لغايه نص الملعب ممكن انت عن طريق مس باس مثلا عندهم غلط بتتقطع بتتلعب في الحته الفاضيه سواء الشحات عنده سرعه كهرباء شريق يعني ايا كان اللي هيلعب كل الكلام ده على حسب الطريقه والاسلوب اللي هو هيقدر يلعب بيه كولر هيضغط على الجزء اللي فيه الكوره في ناحيه معينه وبيغير اتجاه بيلعب في المساحات الناحيه الفاضيه بس انا في حاجات مهمه او اطار رسمي لازم الناس يعني او اللعيبه لازم تفهمه طبعا التركيز في المباريات دي مهم جدا جدا لان انت بتلعب ماتشات كؤوس هو مباراه واحده أيوة. تكسب وتكمل او لا قدر الله مغلوب بره فانت لازم تبقى مامن دفاعيا طبعا حته الكاس الفرق الكبيره اللي زي الفرقه اللي هلعبها واللي متحمسه ان انت المس باص في نص الملعب خطر قوي يعني احنا ما بنتكلمش في الدوري المصري احنا بنتكلم على مستوى تاني
مستوى تاني من الفكر ومستوى تاني من اللعب. فبالتالي لازم حته الميس باص اللي في نص الملعب اللي ممكن تكلفك حاجه على قد ما نقدر بالظبط. الماتش مش مستحمل ان لا قدر الله يجي فيك جون عشان تبتدي ترتب نفسك، لا انت بتبقى مامن كويس قوي وفي نفس الوقت زي ما الشيف بيقول الكره الثانيه لازم تبقى بتاعتك، الالتحامات لازم تكون برضو قويه، تحس من البدايه يبقى في كثافه عدديه. اللي ملاحظ انها في الفتره الاخرانيه مع كولر ان هو حرر لعيبه نص الملعب، كان الاول بيبقى اثنين ديفندرات واقفين محدش بيكمل في الناحيه الهجوميه، صحيح. دلوقتي في تحرير في الناحيه الهجوميه لبعض الديفندرات، شفنا الماتش بتاع 3-0 مع المنافس حمدي فتحي كان قاسم مشترك بثلاث اهداف ناحيه شمال وناحيه اليمين وفي نص ال 18، فده بيدي زياده على عدديه، لازم يبقى عندك زياده عدديه. طبعا كل كلام يبقى في كلام تاني معاه لو في مطر، لان المطر اسلوب تاني، وانتوا كباتن كبار وكابتن شريف طبعا المطر بيبقى له اسلوب في اللعب طبعا، لان الكوره بتبقى مش في الوضع الطبيعي بتاعها بالزحلقه والكلام ده، فاحنا بنتكلم على الوضع الطبيعي، لازم يبقى فيه زي ما بقول لك ان انت من الاول مركز بتدي انطباع للفريق اللي قدامك ان انت ان شاء الله جاي تكسب وضغط عليهم، استغلال كل اسلحه النادي الاهلي، الاطراف طبعا الشمال واليمين علي معلول وفي نفس الوقت الكور الثابته سواء من كورنر او اللي بنجدها برضو المساكين بتوعنا سواء محمد عبد المنعم لو هيلعب او ياسر ابراهيم او التصويب من الخارج، ولو طبعا السوليه لعب بيصوب كويس وشوفنا اهداف ليه في الفتره الاخرانيه وعدل مستواه، فان شاء الله كل الاسلحه لازم تستغلها لان هي 90 دقيقة إن شاء الله بتركز فيها كويس قوي عشان إن شاء الله تطلع للدور إن شاء الله. كابتن شريف، من ضمن الأسلحة اللي قالها كابتن محمد حشيش الأطراف علي معلول محمد هاني، محمد هاني كمان ما شاء الله بيمر بفترة فنية رائعة، يعني كابتن إسلام كان بيلعب في المكان ده هو أكتر واحد يحس بمحمد هاني في المكان دوت، بقاله كذا ماتش مباراة أو كذا مباراة ما شاء الله عنده ثقة، عنده نزعة هجومية كبيرة، نزعة دفاعية قوي جدا في الالتحامات، واحد تصويب من بره بيصوب من بره، تصويب بقى دلوقتي عامل فارق دلوقتي معاك حتى في الناحيه الهجوميه انه بيكمل في مناطق مؤثره في ما في في, ما في ملعب المنافس يعني او الخصم. علي معلول واحد من اللعيبه اللي دايما مستواه ثابت وخبرات كبيره مفتاح داخل ده لعيب محترف، شايف الاطراف ازاي بقى محمد هاني وعلي معلول؟ ده لعيب محترف علي معلول، خلي بالك لسه جاي من كاس عالم برضه عنده من الخبرات الكبيره جدا، بيستحوذ على كورته وبيتصرف فيها تصرف اعتقد 95% سليم. لما بتبقى الناحيه اللي هو بيلعب فيها في لعيب كوره قدامه بتبقى حاجه ناجحه جدا بالنسبه له وبيقدر يتعامل معاها، وكمان لما بيبقى فيه تحركات جيده من نص ملعبه فبيبقى عامل مثلث يا اسامه واحنا بنتفرج عليه ده طبيعي جدا، بيبقى جاي على شكل هرمي كده مثلث، الكره وهو جايه له عنده الاختيارات، يا اما فجاه تروح عامل كره ازاي للراجل اللي بيقطع الناحيه الثانيه من حسين الشحات او طاهر يروح عاملها له، يملك التنفيذ. بالنسبه لمحمد هاني انت اتكلمت على امكانياته عود عليها سرعاته، ايوه يعني السرعات لانه يؤدي انه يقدر يدخل لغايه جوه، انت لو تتفرج عليه الماتشات اللي فاتت مش امتياز بس في ادائه، ده بيفكر كل ما يروح على ال 18 يسدد تسديد التسديد ويملك التسديد، وفي كاس العالم البطوله السابقه في الامارات اول امام مونتير المكسيكي سجل الهدف الفوز من تسديده، مش هتعرف تاخد واحده زي الدايركت شوتنج دي اللي هو عملها الا اذا كان هو بيفكر فيها قبل ما يلعب، ودي شخصيته في الاداء. بجانب اللعيبه كلها لما بتبقى انت مستحوذ على الكوره اكتر، وانت لو هتلعب مع فرقه منها انت لو عملت عليهم ضغط بتوقف خطوطهم كلها، يعني زي مستر كولر ما بيلعب سلك ملعبه والكلام ده ويعمل حساباته هو على حسب ما هو شايف. طب هل ابتدي ضغط؟ انا لازم اعمل تيست في البدايه اسامه، لازم انا كفرقه كبيره وبلاعب فرقه كويسه وات ايفر هي اسمها ايه دلوقتي امكانياتها ايه تملك ايه من السكواد من اللعيبه، يعني من عندها لعيبه قد ايه، لعيب ب 100,000 دولار ب 400,000 يورو، كل فرقه دلوقتي وليها قيمتها التسويقيه. صحيح يعني انت عندك فرقتك ما شاء الله فرقه مش 30 سهلة. اعتقد 30 مليون يورو يعني اعتقد انت اكتر بكتير من فرقه اوكلاند سيتي. بالنسبه لك انت كمان عندك عوامل ودكه جامده جدا تقدر تسعفك في اي وقت، تقدر اتاخرت في هدف عندك 2-3 في روضه قاعدين بره.
عندك ناس جديده. انا محمد كريستو ده اللي جه لعيب ليه شخصيه والكلام ده، يمكن يجوز اشوف حاجه عوده بيرسي تاو كمان عوده بيرسي تاو بالشكل الربع ساعه اللي لعبه ده اسامه يطمنك. في حاجات كتير قوي مطمناني انا كجمهور، انا جمهور دلوقتي بقى عارف ان فرقتي اللي انا بحبها رايحه تلعب فوق لا يقدر ينافس. احنا لما رحنا ب 14 لعيب قلنا احنا مش هننافس، انما كانت الروح اللي هي بتاعت التيشيرت الاحمر بقى اما بتطلع بتبقى قصه تانية خالص. اتمنى زي ما عشيش سال على المطر، انا دايما الديسايد بتاعي او الفيصل ارضيه الملعب. ان شاء الله يبقى اليوم ده حلو فان شاء الله تبقى يوم مشرق. بيقول اليوم ده بيقول يوم الاربع طنجة هتبقى الجو يعني طبعا ساعة وكل حاجه بس اهدى يا رب. في حاجه برضه عايز يعني اقولها برضه اضيفها في الناحيه الفنيه، يعني من الحاجات اللي بتعلي فرقه على فرقه من البدايه ثلاث حاجات. كور المشتركه لازم الخصم يبان ان انا قوي معاه، عدم الاخطاء في التمرير الكتير اللي ممكن بتفقدك الكوره وبتهمد اللعيبه. ثالث حاجه الكره الثانيه. يعني الثلاث حاجات دول لو انت قدرت تسيطر عليهم يبقى انت ركبت الماتش. ومهم قوي ان انت تركب الماتش من البدايه بالحاجات دي. سيبك بقى بعد كده من الاستحواذ وان انت تقدر ما تخليش ياخد شخصيه عليك يعني ما يعملش مهم قوي يعني ما يطلعش عليها بشخصيه ويبقى بيهجم براحته واحنا عايزين بس نستخلص. لا 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 انت ما تخليهوش يستخدم مميزاته. انت الشخصيه بتاعتك الابر هاند بتاع الماتش انت اللي وانت اللي بتهدده يبتدي يقول لك لا ده فعلا الثمان مرات الفريق ده جه وعامل انجازات وكمان انا نفسي ما عملتهاش كفرقه فهيحترمك. احترامك بيديك حريه ان انت تقدر تعمل فردياتك وكل اللي نفسك فيه. ولانه هيتخض لو جه في جون من الاول هو اللي هيتخض مش انت اللي تتخض. يا ريت لان هو نازل برضه حاطط في دماغه الحاجات اللي احنا قلنا عليها. توقعاتكم بقى اخيرا لهذه المباراه كابتن حشيش ابدا بيك. يعني انا شايف انها هتبقى مباراه قويه جدا جدا، بدايه قويه ان شاء الله. الاهلي يعني خلال الفتره اللي فاتت كان مستوى عالي والمجموعه اللعيبه يعني الحمد لله رجعت لمستواها قبل ما تخوض المباريات ان شاء الله اللي جايه دي. شريف رجع لمستواه وبقى رجع للتهديف تاني. حسين الشحات من احسن فتراته من فتره كبيره ما وصلش للكلام صحيح. ده كمان الوافدين الجدد كمان وظهروا مستوى كويس وبسرعه كبيره. كلهم طبعا مشتاقين وعطشانين ان هم يلعبوا كاس عالم انديه يعملوا مجد للنادي الاهلي ولنفسهم. كل الكلام ده يعني ان شاء الله يعني يجيب ثماره ويبقى في ميزان النادي الاهلي ضد الفرقه الثانيه ان شاء الله. كابتن شريف توقعك؟ انا توقعي بعد المجهود الكبير الحقيقه من البعثه كلها الحقيقه وخاصه الجهاز الفني واللاعبين حاسين بمسؤوليه قد ايه وجودهم في البطوله وشعبيتهم الجارفه بالنسبة للعالم العربي كله بالنسبة لمصر. بتمنى لهم كل التوفيق وبتمنى في المباراة حاجة هتخلينا احنا كويسين جدا السبق التهديفي. يعني احنا لو قدرنا نكون لينا السبق التهديفي في المباراة هتبقى المباراة حاجة تانية بالنسبة لنا. هتبقى فعلا كل ما يتمناها المغاربة هناك بالنسبة للنادي الاهلي والمصريين وكل العرب. فاعتقد التركيز على انهاء الهجمة بإذن الله هيخلينا في حته تانية خالص باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا يعني بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كابتن شريف كابتن محمد. شكرا ان شاء الله نلتقي ويبقى عندنا نبارك لبعض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا انت تعمل حلقه بالليل يوم الاربعاء ان شاء الله نبارك لبعض باذن الله. هنعملها 2 الصبح بقى بالماتش 9. ايوه صح اسهر يا اسلام اسلام لو كسبنا اسهر ولا ايه؟ لا طبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا وتكون مباراه الكل الاهلاويه ينتظروا هذه المباراه. بشكرك جدا ويستمر الاهلي في المونديال للنهائي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب, رب. احنا عايزين يستمر احنا يعني احنا مبسوطين بنتباشر خدمه خمس نجوم يعني مفيش يعني ما شاء الله المره دي واجهه كبيره جدا في كل شيء الحمد لله والله ما قصرت ربنا يخليك يا كابتن حشيش. انا بشكركم شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا يا كابتن اسامه برضو لو حضرتك حابب ان انت تقول اي كلمه لان النهارده كابتن اسامه الحقيقه بقى له يومين معانا فيعني مش متعود هو يطلع كل يوم معانا. انا بشكرك يا كابتن سام شكرا جزيلا ويعني بقول لجماهير النادي الاهلي ان جمهور النادي الاهلي دايما يستاهل الافضل والافضل تغطيه اكثر من رائعه. بنشكر كل القائمين على برنامج الاهلي في المونديال. ايضا بنشكر طاقم العمل المتواجد هناك في المغرب اللي دايما حاطط الجماهير النادي الاهلي دايما في الاحداث لحظه بلحظه ودايما زي ما بقول
جمهور النادي الاهلي دايما يستاهل الافضل والافضل. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره هيكون معانا حلقه جديده كالعاده الحقيقه في الاهلي في المونديال وكل كواليس ما يحدث في بعثه النادي الاهلي في المغرب، زي ما حضراتكم شايفين وزي ما كابتن اسامه قال خدمة خمس نجوم الحقيقة خلال هذه الفترة، إن شاء الله تبقى سبع نجوم، لو نقدر نعملها تسع نجوم كمان هنعمل لحضراتكم كل ما يريد كل جمهور النادي الأهلي هيجده إن شاء الله من خلال قناته قناة النادي الأهلي. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، غدا حلقة جديدة من الأهلي في المنطقة.